بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير. وكالعادة هنبدأ بحلقة بداية الأسبوع. النهاردة هتكلم مع حضرتك على مباراة أمس، مباراة النادي الأهلي والحقيقة مع يانج أفريكانز طبعا. ولما أجي أتكلم في هذا الأمر أو في هذه المباراة هتكلم في أمور كثيرة جدا جدا، ولكن خليني أقول لحضراتكم الأول إن شاء الله في الفقرة الأولى هيكون معايا النجم الكبير الكابتن أحمد بلال، هنتكلم عن أمور عن مباراة الأهلي ويانج أفريكانز، وأيضا هنتكلم عن كرة القدم المصرية بشكل عام. وأيضا في الفقرة الثانية كريم سعيد وأحمد ثابت ووجبة دسمة من الأرقام والإحصائيات مجهزينها لحضراتكم، وتفاصيل إن شاء الله تنال إعجاب حضراتكم. ولكن زي ما قلت لحضراتكم، أنا تابعت حزن بعض من جماهير النادي الأهلي على تعادل الفريق بالأمس أمام يانج أفريكانز التنزاني. خليني أتكلم مع حضراتكم بمنتهى الصراحة وبمنتهى الأمانة. هناك البعض وهم مش من جماهير النادي الأهلي بالمناسبة، ولكن هناك البعض دايما لما بيجي ينظر لفريق النادي الأهلي بينظر من الناحية السلبية. أنا مش عارف ليه. بالنسبة لي لما تيجي تبص على فريق النادي الأهلي وهو بيلعب امبارح أمام يانج أفريكانز، لا، أنت أمام فريق بطل، أمام فريق كبير، أمام فريق أضاع العديد والعديد من الفرص. هنا أقف وأحط نقطة وأقول لحضرتك إن أنا هنا أقدر أتكلم على موضوع إضاعة الفرص. أقدر أتكلم على إن مع إن كرة القدم فيها من الناحية الدفاعية إن واحد ما ياخدش باله من كورة بتحصل يعني، ولكن أقدر أتكلم على في نفس الوقت من الناحية الإيجابية أقدر أتكلم على إن أنا فريق كبير، فريق بطل، فريق بطل أفريقيا، فريق هو الكل بيهابه والكل بيخاف منه، فريق يانج أفريكانز من الفرق الجيدة. وأنا قلت لحضراتكم هذا الكلام قبل أو الأسبوع اللي فات بالكامل، كنت دايما بقول لحضراتكم إن إحنا مش رايحين نلعب مباراة هناخد الثلاث نقط ونرجع، لا، لعبنا بتشكيل جيد، لعبنا بتكتيك جيد طوال المباراة، الشوط الثاني أفضل كتير جدا من الشوط الأول، ولكن ما هو برضه الناس بتقول لك إحنا زعلانين من الشوط الأول. طب ما تبص على الشوط الأول إحنا ضيعنا كام جون؟ ضيعت أنا بس للأسف طبعا مش هقدر أوري حضراتكم، ولكن أنت ضيعت جون واثنين وثلاث وكلها أهداف أو جونين تحديدا عشان أبقى برضه منصف في كلامي. الشوط الثاني مختلف، لكن الشوط الأولاني أنت ضيعت كورتين بجونين، ولكن انت فريق بطل، فريق واقف على رجلك. انا مش عارف ليه الناس دلوقتي بعض المحللين وبعض حتى بعض من لا يشجع النادي الاهلي بيتكلموا بهذا الشكل، انه دايما بينظر للامور السلبيه في فريق النادي الاهلي. وده على فكره ممكن نتكلم، وهنا في قناه النادي الاهلي وفي هذا البرنامج تحديدا وبنتكلم وبننتقد في اداء فلان واداء علان، ولكن على الجانب الآخر عندما يكون هناك شيء إيجابي لازم نقول إن في شيء إيجابي، لازم نقول إن إحنا عندنا فريق بطل، فريق واقف على رجله، فريق عنده مدرب كويس، فريق عنده مجموعة لاعبين جيدين ينقصنا بعض التدعيمات في بعض الأماكن اللي هيتم التدعيم بيها إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية. فأنت عملت أداء جيد، خلي بال حضرتك، عملت أداء يانج أفريكانز بكل الجماهير اللي موجودة معاه، أنت كنت تقدر تكسب هذه المباراة 4-5-1. هنا اقف واقدر اقول وانا بتكلم مع حضرتك كده اقول لك ايه، طب وبعدين؟ واحنا هنستحمل كريم فؤاد يضيع، هنستحمل طاهر محمد طاهر يضيع، هنستحمل حسين الشحات يضيع، هنستحمل كهربا يضيع، هنستحمل، ما احنا مستحملين بقالنا كتير. فعايزين اللعيبه بيرستاو، عايزين اللعيبه دي تركز اكتر من كده بكتير خلال الفتره اللي جايه علشان نقدر نجيب اجوان، لان احنا لو جبنا 20% من الأهداف اللي احنا بنضيعها كنا كسبنا كل المباريات اللي خسرناها وكنا كسبنا كل البطولات اللي خسرناها. فهنا أنا عندي مشكلة، هل بيشتغل عليها كولر اللي أمام حضراتكم؟ طيب، ودي حاجة بطبيعتي بمشاهدتي أنا الشخصية، لما بيبقى في وقت كولر بيشتغل هجوميا ودفاعيا مع الناس، يعني هجوميا اللي بيهاجموا بس واللي بيدافعوا بس ووسط الملعب بس. أنا شفت التمرين ده، أنا بشوف التمرين وبقعد في التمرين كتير، ولكن انا واحد بخلص ماتش التلات بدي اجازه الاربع، بسافر الخميس، اوصل الخميس بالليل اريح الجمعه والعب واعمل تمرينه خفيفه، السبت ماتش، ارجع الحد، كان من المفترض ان انت هتلعب الاربع ولكن المباراه اجلت بسبب ان الاتحاد الافريقي قدم مباراه
شبيبه القبائل، او انا اسف شباب بلوزداد، من يوم السبت ليوم الجمعه. فانت دلوقتي ممكن الاسبوع ده تلاقيه بيشتغل على هذه الامور، لانه انا مش هفضل كجمهور اهلي قاعد مستني الاهداف اللي ما بتخشش. يعني انا بستنى ايه؟ ان الكره تفضل تتلعب بشكل كويس، وان انا واقف على رجلي دفاعيا وهجوميا وكل شيء. ولكن في الاخر كل ده بيتم وصفه من خلال الاهداف. المباراه ما بتيجي تقول المباراه بتقول الاهلي ويانج افريكانز، بتقول الاهلي ويانج افريكانز المباراه خلصت 1-1، لكن ما حدش بيقول اصله كريم ضيع وطاهر ضيع وكهربا ضيع، على الرغم من ان هؤلاء اللاعبين باذلين مجهود كبير جدا 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 طوال المباراه، ويستحقوا عليه التحيه، لانه في ظل هذه الضغطه من المباريات الامور صعبه جدا. بيني وبينكم يعني لما تيجي تبص على الامور تلاقي الامور صعبه جدا جدا فوق ما تتخيل. عشان كده لازم تكون النغمه في الدعم، هي الدعم الفتره اللي جايه، الدعم والمؤازره، لانه يعني الفوز على بطل الجزائر ان شاء الله يخليك تتربع على عرش صداره هذه المجموعه، ويقربك بخطوه كبيره جدا جدا من التاهل. ولما ترجع ان شاء الله نغمه الانتصارات هيعود الاستقرار، ودي حاجه انا متاكد منها. جماهير النادي الاهلي عارفه هذا الكلام كويس جدا، ولانه جماهير النادي الاهلي وبمنتهى البساطه هم اللي اخترعوا هذا الامر. اخترعوا ايه؟ على الحلوه والمره معاه. وبعدين بيني وبينكم يعني ما تيجي نبص دلوقتي وتيجي نبص من سنه تقريبا او اقل شويه، اتغلب مغلوبين 5-2 من سان داونز، انتقادات من جمهور النادي الاهلي مشروعه تماما لكل لاعبتها ولكل المنظومه، والكل ساعتها عمل ايه؟ يوم الثاني، في ثالث يوم انا اتذكر، في ثالث يوم كان عندنا مباراه في القطن في الكاميرون، كل جمهور النادي الاهلي بدون استثناء، مفيش واحد كان بيتكلم على ان هو مش هيقف في ظهر الفرقه، كل جمهور النادي الاهلي في ظهر فريقه. كسبت القطن، كسبت البطوله. وبالتالي انا مش شايف ان انت في مباراه يانج افريكانز تحديدا، لا انت كويس، ماشي كويس، مشيت في هذه المباراة بشكل جيد، رحت للجون يمكن من المباريات القليلة تحديدا الشوط الثاني اللي رحت فيه للجون كتير. عشان كده أنا بأكد على كلامي مرة تانية أن يجب أن يكون هناك دعم وكبير للفريق قبل مواجهة شباب بلوزداد إن شاء الله يوم الجمعة، لأنه خلينا ننظر بقى للجانب السلبي في هذا الأمر، لأنه لا قدر الله لو حصلت أي نتيجة غير الفوز هتدخلنا في حزبة بيرما اللي هي بتاعت كل سنه، اللي احنا مش عايزين نخشها السنه دي، كلنا ما نتمناش هذا الامر. ولكن علشان ما ندخلش نفسنا في حزبه بيرما ويتحقق هذا الامر، اولا اهو انا بقول اهو، اولا المسانده والدعم دي انا متاكد منها، ولكن مسانده ودعم للجمهور يعني، ولكن اولا لعيبه النادي الاهلي لازم يبقوا في حالهم وفي قمة تركيزهم وفوقانهم في هذه المباراة. مش عايزين الكرة يبقى الراجل رايح. أنا كمدير فني بعمل الفكرة بتاعتي علشان الناس تروح للجون. كريم فؤاد قطع، طاهر عملها له، كريم راح حطها اتصدت تمام، طاهر اتلعبت له قعدة قامت جاية قدامه جون، بقى كانت 2-1 وخلصنا. حسين الشحات في الشوط الأولاني، كهربا في الشوط الثاني، وبيرسي تاو في الشوط الثاني. ما تيجي تعد أربع خمس مباريات، أربع خمس أهداف. فيجب أن يكون هناك تركيز كبير جدا 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 من مجموعة اللاعبين المهاجمين اللي بيلعبوا في الناحية الهجومية، لأنه مين يا جماعة هيفضل بقى يعني مستني هذا الأمر؟ على الجانب الآخر يجب أن يكون هناك اهتمام وتركيز كبير جدا من الجهاز الفني، والاهتمام بكل التفاصيل الفنية للفريق الآخر ولفريقنا. الصغيرة قبل الكبيرة، لأن المباريات دي خلي بال حضراتكم بتكسب من خلال الاهتمام بهذه التفاصيل. وثالثا وهو الأهم بالنسبة لي وبالنسبة حتى للاعبين لما تيجي تتكلم معاهم، يقولك أهم حاجة بالنسبة لي هو أن لا يتوقف دعم ومؤازرة جماهير النادي الأهلي من اللحظات الأولى وحتى اللحظات الأخيرة في نهاية المباراة. فعشان كده أنا بقول لحضراتكم الحاجة الوحيدة اللي دايما بتطمني وبتخليني أبقى قاعد وأنا مستريح هي حضراتكم، هي جمهور النادي الأهلي. إن أنا متأكد وعارف 1000000% إن حضراتكم دايما
في ظهر ناديكم، دايما في ظهر لاعبتكم، دايما هتقف وراهم. الفترة دي فترة صعبة، عندك مباراة بلوزداد وبعد كده هتلعب في كاس العالم وبعد كده هترجع تلعب سوبر، عندك بطولات كثيرة جدا وأمور كثيرة جدا. فالمؤازرة والدعم واجبة خلال الفترة اللي جاية، مع الاعتراف بأن هناك بعض السلبيات الواضحة كإضاعة الأهداف التي يجب أن يتم العناية بها خلال الفترة اللي جاية. أنا بس بقول وببقى واضح أهو مع حضراتكم علشان تبقى الأمور واضحة. فلغة الأرقام خلال مواجهات المارد الأحمر مع الفرق الجزائرية، النادي الأهلي التقى مع أندية الجزائر 24 مرة تقريبا، يعني 6 أندية، شبيبة الثورة الجزائري، اتحاد العاصمة الجزائري، المولودية الجزائر، وفاق ستيف، شبيبة القبائل، وشباب بلوزداد. خلونا نطلع نشوف هذا التقرير عن تاريخ المواجهات ما بين الناديين أو النادي الأهلي والأندية الجزائرية، ونرجع نكمل بقية فقراتنا في البيت الكبير. شباب بلوزداد والانفراد بصدارة المجموعة والابتعاد عن بقى كل المنافسين والاقتراب نحو التأهل إلى دور الثمانية الإفريقي في مشوار الحفاظ على البطولة الإفريقية للموسم الثاني على التوالي بمشيئة الله. ربنا يكرمنا إن شاء الله ونستطيع أن نفوز في هذه المباراة وتكون الأمور أفضل بكتير جدا جدا من السنوات السابقة. خلونا نروح لفقرتنا الرئيسية، فقرة حائط صد. الحقيقة عندي نقطتين مهمين جدا النهاردة في حائط صد. الأولى هتكلم فيها عن ردود أفعال بعض وسائل الإعلام والبرامج الرياضية بعد تعادل النادي الأهلي خارج أرضه مع يانج أفريكانز التنزاني. شفت حد طالع يقول هو فين الأهلي؟ وحد تاني الأهلي بيصعب الأمور على نفسه يعني. وردود أفعال الحقيقة غريبة جدا. طيب هو محدش خد باله من نتائج بقية الفرق في هذه الجولة، الجولة الثانية لدوري أبطال إفريقيا في دور المجموعات؟ يعني محدش خد باله إن سان داونز خسر؟ محدش خد باله إن الوداد خسر للمباراة الثانية على التوالي؟ محدش خد باله إن الترجي خسر؟ محدش خد باله إن النجم الساحلي خسر؟ وبما إننا في مصر يا ريت بعض الناس تاخد بالها ان نادي بيراميدز خسر من فريق اسمه نوازيبو الموريتاني. طيب اتمنى ان حد في هذه البرامج ياخد باله من واللي انا فاكره. انا اتفرجت على شويه فريق الموريتاني كان مطرود منه لاعب يعني. فرئيس الاتحاد الموريتاني احمد ولد يحيى عمل بيان ووجه فيه التهنئه للشعب الموريتاني وقال ان الفوز على فريق مصري يعتبر حلم. حتى هذه اللحظه، وعشان كده انا بدات الحلقه النهارده بالكلام اللي انا قلته لحضراتكم، ان انا بشوف مش انا لوحدي، كثير او عدد ليس بالقليل من جمهور النادي الاهلي شايف اللي انا بقوله ده. انا بقول كلام الناس واللي انا شايفه فنيا بصراحه انه النادي الاهلي كويس. في المباراة دي انا بتكلم على المباراة الأخيرة، مباراة يانج أفريكانز، عشان ما حدش يجي يقول لي أصل أنت بتطبل وأصل أنت مش عارف إيه والكلام اللي لا، أنا ما بطبلش. لما بيبقى في حاجة ننتقد فيها الأداء بننتقد. يعني هل اللي أنا بقوله ده مش حقيقة؟ إن إحنا ضيعنا 5 أهداف هنا؟ أقف مرة تانية وكل شوية هأكرر هذا الكلام، هقول إن أنا عندي مشكلة في كيفية إحراز الأهداف. تمام، متفقين كلنا وكل مرة وحسنا اتنبح في هذا الأمر. ولكن حتى هذه اللحظة الأهلي متصدر مجموعته. فارق وجهة نظري أن هناك عندنا بعض المشاكل أو القصور في بعض النقاط الفنية، وده طبيعي زيه زي أي فريق في العالم. لكن الأهلي ما خسرش يا جماعة، الأهلي فاز في المباراة الأولى وتعادل في الثانية خارج أرضه، وكان نقاب قوسين أو أدنى، وأضاع الفوز بأرجل مهاجميه. لكن احنا لما تيجي تبص على الفرقه لا، انت فريق واقف على رجلك وفريق جيد، بطل افريقيا، ما ينفعش ننسى هذا الامر. طيب على الجانب الاخر، شباب بلوزداد خسر من ميديا الغني في هذه المجموعه 2-1.
الانتقادات حق مشروع للإعلام، ولكن لو سمحت ما تخالفش الواقع، شوف الصورة كاملة، ما تشوفش حتة السلبية فقط وتقف عند النواحي الإيجابية. مش عايز يعني ما سمعتش حد بيقولك إن النادي الأهلي عمل في الشوط الثاني، ماشي أوكي، عمل في الشوط الثاني ماتش جامد جدا وكان يستحق 4 أهداف وخمس أهداف. إحنا عندنا مشكلة في والله أنا قعدت اتفرجت على هنا التحليل، التحليل هنا والتحليل هنا والتحليل هنا، ما سمعتش حد بيقول هذا الكلام. فهناك بعض الآراء والله بتتكلم غلط. في ناس كتيرة خلال الفترة الأخيرة دي أنا مش عارف ليه بتتكلم غلط. غلط لأنه أنت بتتكلم في نواحي فنية كلنا أهلاوية كأهلاوية شايفينها وشايفين إن هي قد تكون هناك أو مش قد تكون، هناك بعض القصور في بعض النواحي، ولكن أنا عندي إيجابيات 1 2 3 4 5 6 أقدر أقولها. فأنا بستغرب جدا من هذا الأمر، ودايما أنا دايما لما باجي أتكلم بيبقى عندنا نواحي سلبية وواضحة مش محتاج إن أنا أتكلم فيها ولا أنا ولا غيري، أو لو غيري ممكن يتكلم أوكي، ولكن ليه يا جماعة ما بنتكلمش على النواحي الإيجابية اللي موجودة في الفرقة؟ اللي نقدر نبني عليها في المباريات اللي جاية، وعندنا كأس عالم وعندنا كأس سوبر مصري وعندنا كأس النخبة، عندنا 3 4 حاجات ورا بعض كلها بطولات. أتمنى إن معرفش ليه هناك بحس ببعض الإحباط وعدم التفاؤل. لا خلينا نبقى متفائلين لما هو قادم، عايزين نشوف ايه اللي جاي ونقف مع بعض ونقف ونؤازر كلنا. انا بتكلم هنا طبعا جمهور النادي الاهلي اللي شايف بيعمل اكتر من كده كمان، يعني هو احنا دايما المساند الاكبر بعد ربنا هو جمهور النادي الاهلي. اتمنى ان الناس تاخد بالها، حلل وقول او انتقد فنيا كيفما شئت، ولكن اذا كانت هناك بعض الامور الايجابيه فمن فضلك قول ان في بعض الامور الايجابيه حتى ولو على فارق عن المباراه اللي قبلها. يعني النقطه الثانيه، وانا انا الحقيقه يعني كابتن احمد سليمان عضو مجلس اداره النادي الاهلي الزمالك رجل من الناس المحترمه بالمناسبه وصديق عزيز ليا وكثير من الاهلاويه وكثير من اعضاء مجالس الاداره، معرفش ليه لما بيجي يتكلم عن نادي الزمالك دلوقتي بيدخل النادي الاهلي وإقحام. دايما الكابتن احمد بيقحم كل حواراته، في كل حواراته تلاقي النادي الاهلي. معرفش ليه الموضه دي رجعت تاني وبقت منتشره في بعض الحلقات في احد البرامج يعني. والكلام اللي لفت نظري وهو كلام غريب وانا هرد عليه طبعا بمنتهى الاحترام والادب، كابتن احمد طلع يقول الاهلي واخد حقه من اتحاد كره القدم. طب هو الكلام ده المقصود بيه ايه؟ معلش انا مش فاهم. ما طبيعي ان الاهلي ياخد حقه زي ما الزمالك بياخد حقه، زي ما بقيه الفرق بتاخد حقها. الاهلي بيتعامل باحترام متبادل مع كل المؤسسات الرياضيه، بيلتزم بكل اللوائح والقوانين، والكلام ده انا قلته مليون مره. هو انا اللي قلت للاستاذ ايمن الشريعي رئيس نادي امبي لما يطلع يتكلم يقول لك ان النادي الاهلي طالما عنده فلوس او عليه فلوس مضمونه 100%؟ مش انا اللي قلت له، هو الراجل شايف كده، لانه النادي الاهلي بيوفي بكل عقوده وكل اللوائح اللي عليه او الالتزامات اللي عليه من خلال اللوائح والقوانين. فليه اتحاد كره القدم ما يحترموش؟ وليه اتحاد كره القدم ما يدلوش اللي هو عايزه في اطار اللوائح والقوانين؟ فعمرك ما هتلاقي يا كابتن احمد الاهلي مديون لاي اتحاد، ولو في ديون بتكون هناك اتفاقات على جدولة هذه الديون وبيتم تسديدها في التوقيتات المتفق عليها. فعشان كده وجهة نظري طبعا، أنا عشان كده بقول إن الأهلي ما عندوش مشاكل مع الاتحادات، فطبيعي إن الأهلي ياخد حقه. وبعدين وأنا بسمع ألاقي إيه؟ ألاقي إنه أعتقد ده كان مع الإعلامي مهيب عبد الهادي في 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 برنامجه يعني. الاقي الضيف الثاني بيرد يقول لك ايه؟ اصله لازم الاتحاد يساوي ما بين كل الانديه. يا جماعه من فضل حضراتكم وانتم بتتكلموا خدوا بالكم من الكلام اللي بيتقال. هل ينفع تساوي الملتزم بغير الملتزم؟ يعني واحد معلهوش فلوس، واحد بيجدول فلوس في مواعيده
فينفع اساوي بينه وما بين واحد ما بيدفعلوش حاجه خالص؟ هل اتحاد كره القدم بيعيش منين؟ اتحاد كره القدم بيعيش من نسبه العقود بتاعه اللاعبين اللي بيتم ضخها او وضعها من قبل الانديه في اتحاد كره القدم. تلات ارباع انديه مصر عندها متاخرات في هذا الامر. لكن النادي الاهلي ما عندوش. فيجب ان يتم معامله النادي الاهلي بشكل مختلف في اطار اللوائح والقوانين لانه ملتزم في كل حاجه. فانا ما اعرفش ليه يا كابتن احمد حضرتك بتحاول ان انت دايما او بيتم اقحامك في هذا الامر على الرغم من يعني لما انا بكلم الكابتن احمد اخويا يعني وصديقي جدا يعني لما بتكلم معاه بيبقى بنتكلم بمنتهى بنعرف نتكلم يعني لما بيجي يقول لي مثلا كذا اقول له كذا يقول لي صح عندك حق. روح رياضيه كبيره جدا واحترام متبادل ما بين الاخوات. كابتن احمد اخونا يعني اخونا الكبير. فاتمنى ان كل حد فينا يهتم بشؤونه ويهتم بشؤون ناديه. اذا سئلت على الاهلي الاهلي ياخد حقه؟ طبعا الاهلي لازم ياخد حقه. لو حد سالني على الزمالك هقول لهم طبعا الزمالك واخد حقه ولازم ياخد حقه. الا اذا كان انا ما اعرفش والله ما بصيتش ولكن الا اذا كان مش ملتزم في بعض الامور اي نادي مش نادي الزمالك بس حتى لو نادي الاهلي نفسه. لكن النادي الاهلي ملتزم في كل حاجه. فمثلا كان نفسي يتقال ايه؟ هي ليه في أربع أندية مصرية ما حضرتش اجتماع الكاف لتأسيس رابطة الأندية الإفريقية؟ كان نفسي حد من الإعلام يطلع يتكلم في هذا الأمر. وترجع بعد كده تقول الأندية دي تحديدا تطلع تقول لك إيه؟ أصل الأهلي أصل إحنا بنتظلم. الأهلي ضدنا. الكاف بيجامل الاهلي، الكاف ملوش الاهلي لا يجامل ولكن وفقا للوائح والقوانين ووفقا لالتزامات النادي الاهلي اللي بيدفعها اولا باول لكل الاتحادات القاريه القاريه والمحليه فالامور ماشيه بشكل جيد. طب انت فين اصلا؟ شوفوا شغلكم الاول يا جماعه قبل ما تتكلموا. انا ما بتكلمش على الكابتن احمد، انا بتكلم بشكل عام. ما تشوفوا انتوا شغلكم الاول وشوفوا انتوا يعني هناك بعض الانديه اللي مش موجوده في الاجتماع الاخير لتاسيس رابطه الانديه. وانا مش هقول لكم دلوقتي ليه، ولكن انا عايز الناس تسال لماذا لم يتم دعوه اربع انديه مصريه؟ مش هرد دلوقتي، هرد بكره، مش هرد دلوقتي. فاتمنى ان الناس تبقى واخده بالها في مثل هذه الامور. اخر حاجه ودي حاجه ثالثه عايز اتكلم فيها. معلق مباراه النادي الاهلي ونادي يانج افريكانز كابتن علي محمد علي. انا عارف ان كابتن علي محمد علي واحد من كبار الزملكاويه اللي بيشجعوا نادي الزمالك. ده موضوع على جنب. لما المفروض ان كابتن علي لما هيطلع على يعلق على مباراه للاهلي كنادي مصري ضد نادي يانج افريكانز، المعلق شغلته ان هو يشرح المباراه زي ما حصل النهارده في مباراه الزمالك مثلا يا كابتن علي. يعني ايه؟ يعني حضرتك في مباراه الاهلي تطرقت لبعض الامور الغير صحيحه. الغير صحيحه والتي كان لا يجب عليك ان تتطرق اليه. هو نادي الاهلي فيه مشاكل؟ ممكن يكون فيه مشاكل، ولكن هو مش نادي الزمالك فيه مشاكل ونادي البيراميدز فيه مشاكل ونادي فيوتشر فيه مشاكل؟ كل أندية العالم مش مصر فيها مشاكل. ولماذا يا كابتن علي تتطرق لموضوع المشاكل فيما يخص النادي الأهلي ولكن في مباراة اليوم مثلا كل حاجة حلوة؟ هنا الناس بتبتدي تقول اصله كابتن علي زملكاوي. انا اللي انا اعرفه ان كابتن علي محمد علي لما بيبقى على الشاشة بيبقى واحد من المحايدين الكبار، يعني بيقف مع الناس ودي انا متاكد منها. انا استغربت جدا جدا من كلامه امبارح على مثلا مشكله بيرسيتاو والمشاكل الداخليه داخل النادي الاهلي وتشويحه امام عاشور، رغم ان كل ده ما حصلش. هذا الكلام هو كلام غير حقيقي. هذا الكلام هو كلام غير حقيقي يا كابتن علي، لانه
مش مشاكل النادي الاهلي الداخليه، النادي الاهلي ليس به مشاكل الا قد تكون هناك مشاكل فنيه، فرئيس النادي بيقعد مع المدير الفني يقول له احنا عايزين كذا، يقول له اه، زي ما بيحصل انديه العالم، العالم مش في انديه مصر كله. وبعدين دي امور ايجابيه، والكلام ده احنا كنا قايلينه من كذا فتره، من الفتره اللي فاتت. طيب على الجانب الاخر، عشان كده الناس بتقارن، امبارح حضرتك بتقول ايه والنهارده حضرتك بتقول ايه، بعيدا عن نادي الزمالك. ما ولكن هي المباراه النهارده مباراه الزمالك، فناس كتيره جدا قارنت بين اللي حضرتك قلته في مباراه الزمالك واللي حضرتك قلته في مباراه الاهلي. مشاكل داخليه والاهلي يعاني والاهلي، لا يا كابتن، الاهلي لا يعاني ولا حاجه. الاهلي اكبر او اكتر الفرق فوزا ببطوله افريقيا. النادي الاهلي هو الافضل فنيا. هو مين بطل افريقيا حتى هذه اللحظه؟ اللحظه اللي انا بتكلم مع حضراتكم فيها دي، النادي الاهلي، مش نادي تاني. طيب من هو المرشح للفوز بهذه البطوله؟ النادي الاهلي، مش نادي تاني، مش سان داونز مثلا. لا، عندما يكون هناك ترشيحات، لو خدت من 10 افارقه هيقولوا لك سبعه او ثمانيه منهم، سبعه منهم هيقولوا لك النادي الاهلي هو الاقرب للفوز بهذه البطوله، المرشح الاول للفوز بكل البطولات النادي الاهلي. المشاكل موجوده في النادي الاهلي وفي نادي الزمالك وفي الاسماعيلي وهنا وهنا، موجوده في كل حته، ولكن كيفيه حل هذه المشاكل وكيفيه الوقوف على ان النادي يبقى خسران مثلا لا قدر الله من البطوله وراجع واقف على رجله. ان النادي، وانا بشوف ان ده مش مجاله في التعليق، وجهه نظري ان ده مش مجاله في التعليق. كابتن علي محمد علي يعني استاذنا، ويعني برضو انا استغربت جدا 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 من امبارح، او الاختلاف الواضح، الاختلاف الواضح ما بين امبارح ومشاكل وتشويح ومشاكل داخليه وكولر مش عارف ماله وده ماله وده ماله، والنهارده والامور جيده جدا في كل شيء، على الرغم من ان هناك مشاكل انا اقدر اقول لحضرتك عليها لو حضرتك ما تعرفهاش. مش انا، الاعلام المصري كله بيكتب على مشاكل تخص نادي الزمالك، الاعلام المصري كله بيكتب على مشاكل تخص، او مش كله الحقيقه، هي فعلا الناس ما بتركزش غير مع النادي الاهلي الحقيقه، ومعرفش ليه، ولكن مش معرفش ليه، انا عارف ويمكن كل الاهلاويه عارفين ان الاهلي زي ما دايما كلمه الاستاذ عصام شلتوت يقول لك ايه، الاهلي بياع، الاهلي بيبيع. ولكن اتمنى ان يكون هناك حياديه، حياديه خلال الفتره القادمه في كل التعليقات. خلونا نطلع نشوف، او نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم بقيه هذه الحلقه. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى، وصلنا لفقرتنا الثانيه، فقره بالعقل. الحقيقه النهارده بالعقل مجموعه من التساؤلات لاتحاد كره القدم، ومحتاج رد عليها بالعقل، لان الواحد احيانا بيلاقي قرارات من اتحاد كره القدم هي بالفعل قرارات غير مفهومه. علمنا من مصادرنا أن اتحاد كرة القدم يتجه إلى تعيين مدير فني للاتحاد بحلول شهر يناير القادم. ولكن هنا السؤال، هو المدير الفني لاتحاد كرة القدم هيشتغل إيه؟ اللي أنا أعرفه، بلاش اللي أنا أعرفه، عالميا مفهوم إن المدير الفني لأي اتحاد بيكون شخصية عندها خبرات كبيرة في الكرة، وبيكون مسؤول عن الخطة الفنية، يعني استراتيجية المنتخبات الوطنية والمسابقات، خصوصا مسابقات الناشئين واختيارات الأجهزة الفنية للمنتخبات، وكيفية تواصل الأجيال ما بين المنتخبات المختلفة. ومن المفترض أن يكون التعاقد معاه بخطة طويلة الأمد، وهو نفسه هذا الشخص بيشرف على تطوير المدربين والرخص كمان. ده النموذج العالمي، انا ما او النموذج اللي تقراه، نموذج الكتاب بيقوله. طيب اتحاد كرة القدم يتبقى ليه 11 شهر في مدته الحاليه، تولى المهمه تقريبا من سنتين. طيب من بعد اقاله فنجاده، لماذا لم يتم تعيين مدير فني للاتحاد؟ ولماذا يتم تعيين مدير فني قبل نهايه المده،
وبعد ما اتحاد كرة القدم عين كل الأجهزة الفنية للمنتخبات. أدي حاجة من ضمن الحاجات، أو مش من ضمن، أهم الحاجات اللي بيشرف عليها المدير الفني. طيب لو المدير الفني ده مش عاجبه اكس من الأسماء المديرين الفنيين، هتمشوه ولا هتسيبوه؟ معرفش. دكتور جمال محمد علي أيضا أصبح معينا من قبل الاتحاد لإدارة المدربين. فهو المدير الفني لاتحاد كرة القدم ده جاي يعمل ايه؟ هيشتغل ايه؟ هيحط استراتيجيه ل 11 شهر اللي هي اوريدي نصها خلصان، اللي هي مسابقات الناشئين والكلام ده. طيب هل هيتولى تطوير المدربين اللي هم مع الدكتور جمال محمد علي، ولا هيعمل ايه؟ طيب هيعمل ايه في خطه المنتخبات الوطنيه؟ يعني انا دلوقتي شايف في منتخب 2005 انه الكابتن وائل رياض مثلا، هو وائل ماشي كويس جدا ولكن مقصر مثلا في عمله، فهيمشيه ولا هيقعده؟ طب اتحاد كره القدم هيوافق ولا لا، اللي هو لسه معينه من شهر؟ معرفش. فكل التساؤلات دي محتاجه اجابات، وبالعقل من مجلس اداره الاتحاد اللي كلهم رجال محترمين، وكمان من المدير الفني الجديد للاتحاد اللي المفترض، أنا عارف الاسم بس هنتظر لغاية شهر يناير وأقول لحضراتكم هو مين؟ وهيستفيد منه إيه؟ إحنا هنستفيد منه إيه؟ وهيشتغل إيه؟ معرفش. أسئلة كثيرة جدا جدا، أنا الحقيقة لا يوجد عندي إجابات لهذه الأسئلة. الخميس اللي فات كان اجتماع الكاف لتأسيس رابطة الأندية الإفريقية. الخميس اللي فات كان اجتماع الكاف لتأسيس رابطة الأندية الإفريقية زي ما حضراتكم شايفين، واللي نال النادي الأهلي فيها عضوية مجلس إدارة الرابطة، وكان ممثل لها وشركة الكرة المهندس خالد عبد القادر الممثل للنادي الأهلي وشركة الكرة. الحقيقة اختيار النادي الأهلي كان بإجماع الأصوات، لكن كان مهم جدا نشوف انطباعات الأندية الشقيقة في القارة الأفريقية عن النادي الأهلي وإزاي بيتكلموا عنه. النهاردة هعرض لحضراتكم حديث خاص مع أيمن مبارك رئيس نادي المريخ السوداني، نشوف ماذا قال عن النادي الأهلي، وهرجع برضو أكمل كلامي مع حضراتكم مرة أخرى. بحيي جمهور النادي الأهلي العظيم، وبحيي كابتن الخطيب على حياته على البطولة كأس الأندية الأفريقية، وبقول مزيدا من التقدم لهم. ونحن بنعتبر انه النادي الاهلي هو يعني عميد الانديه العربيه، ونادي عظيم، نادي كبير، نحن نتمنى له كل الاحترام والتقدير، وعلى تواصل مع السيد رئيس النادي كابتن الخطيب، ودائما بتجدهم في مراسلاتهم في كل مناسبات نادي المريخ، هم بيهنونا ونحن بنهنيهم باستمرار. واعتقد انه النادي الاهلي تجربه استثنائيه فريده في المنطقه العربيه والمنطقه الافريقيه، نحن بنتعلم منها كثير وبنشوف منها الكثير. نادي حقق بطولات كبيره، ونتمنى انه نحن ان شاء الله علاقتنا قويه اصلا بالنادي الاهلي وبالانديه المصريه عموما، وبنعتبر ان احنا ما بعيدين، السودان ومصر بلدين شعبين في بلد واحده، وبنقول ان احنا ما قاعدين نحس باننا غريبين على البلد دي، ولا غريبين على شعبها، ولا غريبين على جمهورها. كثير ما جمعتنا منافسات بين الأهلي والمريخ، وبين المريخ ونادي الزمالك، وعلاقة ودية وعلاقة فيها كثير من الحميمية. نحن بنفتكر أنه من التجارب المميزة نحن بنتكلم عنها كثير، وبنقتدي بها كثير، وبنستفيد منها كثير. في المنافسة نحن بننافس معهم بكل شراسة، وفي المحبة قاعدين نلتقي معهم بكل محبة، بكل دفء، وبكل حنان. وبنحترم جمهور النادي الأهلي، وبنحترم كابتن الخطيب، وإن شاء الله تجمعنا بهم مناسبات كثيرة. ونحن في زيارتنا لمصر عندنا مشاريع كبيرة جدا مع النادي الأهلي نتواصل معهم فيها في الفترة الجاية إن شاء الله. برضو في حاجة ثانية مشتركات بتجمعنا، نحن الاثنين بنلبس لون أحمر، فبرضه ده جزء من الحب المتواصل بينه وبين النادي الاهلي. النادي الاهلي نحن زي ما كلمتك انه كل حاجه بمر بها نادي المريخ، الا بتجد انه الصفحه الرسميه للنادي الاهلي بتهني او بتعزي في فقيد مريخي، او بتهنينا بمجلس اداره جديد.
فنحن يعني ممتنين وشاكرين كثير لهم، ونحن بنعتبرهم من لما يكونوا ضيوف عندنا في السودان. من ما بنقول ضيوف بنقول اهل البلد، يعني هي دي بلدهم ونحن بنقابلهم بكل محبه. وعلاقتنا بكل الانديه المصريه علاقه مميزه وعلاقه ممتازه، وارتباطنا بالانديه المصريه سواء كان مدربين مصريين كثيرين جدا دربوا في نادي المريخ من مصطفى يونس، احمد سعاد، وكثير من اللاعبين، وحسام البدري. نادي الاهلي مقبل على بطوله كاس العالم للانديه، وهو ممثل القاره السمراء، ممثل الكره العربيه الافريقيه. عايز تقولي للنادي الاهلي، والنادي الاهلي اصبح ضيف دائم على بطوله كاس العالم للانديه؟ اقول لهم ما بنخاف عليك، ما بنخاف عليك، دي بالسودان يعني انت كبير المنطقه، ونحن كلنا ثقه في انك بتمثلنا بطريقه كويسه وبتشرفنا جدا. ونحن يعني بنتابع كل مبارياته وبنتابع كل انجازاته بكل فخر واعزاز واحترام وتقدير لنادي كبير جدا بيشرف الكره العربيه والكره الافريقيه بشكل عام. وبعتبر انه السودان من مؤسسي الاتحاد الافريقي، فوجودنا هنا هو امتداد لتاسيسنا للاتحاد الافريقي، وهو امتداد لاهتمامنا بكرة القدم الافريقيه واهتمامنا بانديتنا وبمنتخباتنا واهتمامنا بالكره الافريقيه بشكل عام. انا زي ما ذكرت لك انه نحن محتاجين نشوف، مش نشوف لعيبتنا كافراد، لكن نشوف كاس العالم يكون في افريقيا ان شاء الله في نسخته الجايه. ونحن بنقول ده مجهود بيبذل الاتحاد الافريقي، ونحن كمان كانديه بنعمل سبورت لمنتخباتنا الوطنيه باذن الله. طيب ده كان كلام رئيس نادي المريخ، الحقيقه وكلام محترم جدا. النادي الاهلي الحقيقه دائما ما يكون زي ما قلنا لحضراتكم، عشان كده انا دائما بستغرب، استغرب جدا جدا من الكلام اللي بيتقال من هنا ومن هنا ومن هنا، ولكن في النهاية أنت مقدر في كل أنحاء العالم تقريبا وفي كل أنحاء القارة، عشان ما بقاش وحتى في العالم بتشوفوا أنفانتينو لما بيقابل الكابتن محمود، بيقابل كابتن خطيب بيقابله إزاي، تشوفوا لما بيقابل أي حد من أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي بيقابله إزاي. فاحنا الحمد لله نادي مقدر من الجميع في كل مكان، بسبب مش بسبب ان احنا اي حاجه، ولكن بسبب ان النادي الاهلي عدد بطولاته الكبير جدا جدا اللي يخليه الناس كلها مقدره العمل والشغل اللي بيحصل داخل النادي الاهلي. فبالتالي ببقى مستغرب جدا جدا من طريقه كلام البعض على هذه المنظومه الرائعه والمنظومه المحترمه اللي دايما واخدين حقنا. طبعا طبعا بنبقى دايما واخدين حقنا، لان احنا بندي كل ذي حق حقه، كل واحد له حق بندهوله، كل اتحاد له حق بندهاله، كل لعيب له حق ومشي من عندنا بندهاله. ما تلاقيش امور كثيره بتحدث ضد النادي الاهلي، عشان كده كان مهم جدا نسمع كلام الناس بتتكلم عن النادي الاهلي بهذه الطريقه. وصلنا دلوقتي لفقرة أخبار البيت الكبير، هنطلع نشوف تقرير نعرف فيه آخر الأخبار على الساحة المحلية والعالمية، ومن بعد فاصل، ومن بعد الفاصل هنستقبل نجم الكبير كابتن أحمد بلال في ضيافة البيت الكبير. يستعد الجهاز الفني للمارد الأحمر بقيادة المدرب مارسيل كولر التحضيرات للمواجهة المقبلة أمام شباب بلوزداد الجزائري يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. منح كولر لاعبيه راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة ليعود الفريق للتدريبات يوم الثلاثاء المقبل. يخوض فريق الأهلي لسيدات الكرة الطائرة بقيادة مديره الفني كابتن إبراهيم فخر الدين مواجهة يوم غد مع نادي الصيد في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة من المجموعة الأولى بالدور الممتاز للموسم الحالي، بعد أن حقق الفوز في جميع مباريات المجموعة الأولى أمام كل من أصحاب الجياد، وادي دجلة، دلفي، الشمس، نادي الواي، الاتحاد السكندري، الصيد. كشف وليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة الدولي أن الملعب لن يستقبل أي مباراة قبل شهر يناير المقبل، وسيكون جاهزا لاستضافة مباريات بطولة كأس الرابطة بشكل طبيعي خلال شهر يناير المقبل أثناء منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية. أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر التعاقد مع الخبير الإيطالي نيكول أنجولو لقيادة منتخبي الرجال والسيدات للكرة الطائرة الشاطئية، وذلك للاستعداد الأمثل للمشاركة في تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية، إضافة إلى خوض تصفيات الألعاب الإفريقية. أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم بشكل رسمي استضافة معسكر المنتخب الفلسطيني الشقيق استعداداً للمشاركة في كأس أمم آسيا 2024،
واختار الاتحاد الجزائري لكرة القدم مدينة عنابة لاحتضان المعسكر التحضيري لأشقائنا الفلسطينيين، ويلعب منتخب فلسطين في المجموعة الثالثة بكأس أمم آسيا رفقة منتخبات إيران والإمارات وهونغ كونغ. سلطت صحيفة ذا ساوث أفريكان الضوء على خسارة فريق سان داونز بهدف أمام مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا، موضحة أن الفريق يخسر لأول مرة من مازيمبي منذ 2017، حيث نجح في الحفاظ على سجله دون خسارة لست سنوات. حصد الكروات إيفان راكيتش نجم فريق إشبيليا جائزة أفضل هدف في الدوري الإسباني لشهر نوفمبر الماضي بتسديدة صاروخية في مرمى ريال بيتيس في ديربي الأندلس، حقق فيه التعادل لفريقه وأنقذه من الخسارة. رفع كيليان مبابي رصيده إلى 15 هدفا في الدوري الفرنسي بعد أن قاد فريقه للفوز على لوهافر بثنائية، على الرغم من مشاركته في 12 مباراة فقط خلال هذا الموسم، ليحافظ على صدارة ترتيب هدافي الدوري الفرنسي بفارق 8 أهداف كاملة عن أقرب ملاحقيه. أوقعت قرعة الدور الثالث دور 64 من كأس الاتحاد الإنجليزي فريقي أرسنال وليفربول في قمة مبكرة لكرة القدم، بينما يلعب حامل اللقب مانشستر سيتي أمام هدرسفيلد تاون من الدرجة الأولى. كما أوقعت القرعة ديربي تايم وير العنيف بين نيوكاسل يونايتد وسندرلاند، كما سيواجه مانشستر يونايتد مع ويغان أتلتيك، فيما سيكون توتنهام بمواجهة مع برينلي، أما تشيلسي سيصطدم بفريق بريستون نورث إند من الدرجة الأولى الإنجليزية. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقره النجم الكبير كابتن احمد بلال. ازيك يا بلال؟ الله يخليك. ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله والله. عامل ايه؟ كله تمام الحمد لله. الحمد لله. خليني ابدا معاك يا بلال مباشره، ومباراه امس مباراه الاهلي وانجا افريكانز، حاولك رايي قبل برضو ما اسمع رايك لانه مهم جدا. انا بشوف ان هناك تركيز على السلبيات اكتر بكتير من الايجابيات، على الرغم من ان هناك ايجابيات وعلى الرغم ان هناك سلبيات. السلبيات مثلا تتمثل ان انت لما تروح للجون اربع او خمس مرات وتضيع الاربع او خمس اهداف يبقى عندك مشكله، لكن ان انت تروح للجون اربع او خمس مرات في مباراه زي دي امام فريق جيد اقل منك طبعا ولكن جيد، اعتقد ان ده برضو شيء ايجابي. بص، الفكره كلها ان الناس دايما بتقارن الاهلي باللي قبل كده. بالاهلي؟ طبعا الاهلي قبل كده، مش حاجه ثانيه. الاهلي قبل كده اللي هو السنه دي بيقارنوه بالسنه اللي فاتت. أوكي. مفيش فرقه في العالم هتاخد كل البطولات كل سنه في العالم. صحيح. يعني دي لو حصلت خلاص مفيش كوره، مش هيبقى في منافسه، مش هيبقى في كوره، مش هيبقى في متعه بتاعه الكوره اللي احنا نعرفها. فما ينفعش الاهلي السنه دي ياخد بطوله افريقيا والدوري والكاس والسوبر والسوبر الافريقي والسوبر المصري، ويجي السنه اللي بعديها ياخد نفس البطولات، ويجي السنه اللي بعديها ياخد نفس البطولات. طبيعي جدا في العالم كله، مفيش فرقه بتعمل كده في العالم كله. تشتغل تاخد افريقيا، ممكن تخسر دوري، تاخد دوري ممكن تخسر كاس، دي طبيعه كره القدم في العالم. فالناس النهارده بتفكر في ايه؟ طبعا واحنا كلنا عايزين، لكن هل هو ده المنطق؟ مش هو ده المنطق. لكن انت عايز، انت عايز، انت بتبقى زعلان، بتبقى زعلان، بتبقى عايز الاهلي يخش افريقيا يكسب كل الماتشات. تمام. طب لو خسر ماتش يبقى الاهلي وحش. تمام. الاهلي وحش والدنيا وحشه. يعني الاهلي يخش يلعب بطوله الدوري العام، عايزه يكسب ال 34 مباراه ويتعادل بس، او 32 ويتعادل ماتشين ويبقى كده الاهلي زي الفل. طب لو اتغلب ماتش، طب لو تعثر مرتين ثلاثه، لا يبقى الاهلي مش احسن حاجه. الارقام بتقول انك انت في الدوري العام تعادلت ماتشين صح، لكن انت قدامك ماتش مؤجل، لو كسبته تبقى الاول. صحيح. صح. ده معناه ان انت ماشي بشكل كويس. هل في تعثرات؟ طبيعي يحصل تعثرات، طبيعي جدا ان يحصل تعثرات. الفرقه زيها هي يعني حجم كبير، لما تيجي تقيس الحجم المصغر منه اللعيب، هل في لعيب بيفضل طول السنه ماشي كويس؟ لا طبعا. لا طبعا. وكذلك التيم بالكامل، مفيش تيم في الكامل بيفضل ماشي طول السنوات كويس. انت وصلت اخر خمس سنين تقريبا، اخر اربع سنين ثلاثه افريقيا نهائي، اربعه افريقيا كسبت منهم ثلاثه. صح؟ صحيح. طب ده انجاز واعجاز، وده تيم في وقت من الاوقات هتحتاج ان انت تعدل وتغير فيه، وده امر طبيعي. خد بالك يعني الناس بتسال، طب اصل مجدي قفشه، طب مش عارف الميدفيلد، طب مين هيلعب ناحيه، طب فين راس الحربه، طب فين السنتر باك. طب ما طبيعي جدا يحصل وانت ماشي احلال وتجديد، طبيعي جدا. مفيش فرقه تاخد اربع ثلاثه كل حاجه، ثلاث بطولات ورا بعض. تمام. وتوصل يعني منهم اربعه نهائي تاخد ثلاثه. بتكلم عن الفرقه دي، الفرقه دي الاصعب والاقوى بالنسبه لك، وبعدين انت عايز ياخد الخامس والسادس والسابع ورا بعض. طب الجيل ده وضع طبيعي
هيبقى في ناس كبرت وضع طبيعي، يبقى في ناس خرجت وضع طبيعي، يبقى في ناس مش موجوده معاك مستوى اقل، فده الوضع الطبيعي. فالنهارده الناس بس، واحنا كمان بيبقى امنياتنا ان الاهلي دايما يبقى كويس طول الوقت. لكن خلينا اتكلم عن المباراه بتاعت امبارح. الاهلي امبارح عنده اجابات كتيره جدا، انت رحت للجون امبارح 3-4 مرات باهداف حقيقيه، تمام. لكن السلبيه اللي انا شايفها من وجهه نظري الشخصيه ان الاهلي ما يجيش في جون في الدقيقه 90، دي السلبيه اللي انا شايفها من وجهه نظري الشخصيه، تمام. صح. انك انت رحت، فانك انت تروح وتضيع دي حاجه، انا بعتبر انك انت تروح اصلا بره ملعبك ويجي لك 3-4 فرص، فدي حاجه ايجابيه. الايجابيه الاكثر انك تسجل هدف. لكن السلبيه من وجهه نظري ان النادي الاهلي لما يسجل هدف ويوصل للدقايق الاخيره، السلبيه ان ما يجيش فيها جون، ان يجي فيها جون اسف معلش، والمباراه تنتهي بنتيجه 1-1. دي السلبيه من وجهه نظري في ماتش امبارح. ابتديت الماتش مش افضل حاجه، لكن مع الوقت يعني مديها 35 الشوط الاول، انت ابتديت الريتم يعلى، ابتديت الاداء يتحسن، ابتديت تروح على الجول، ابتديت انت تسيطر على المباراه بشكل كويس، ابتديت تقفل بشكل كويس، رحت بثلاث اربع فرص محققين، سجلت هدف، وقبليها كان ممكن تسجل هدفين تانيين، تمام. فبالتالي انت تسيادت المباراه بشكل كبير جدا، وكنت الافضل طول الفتره، طول ال 55 دقيقه دي تحديدا يعني. وطبيعي جدا انت بتلاعب فرقه افريقيه على ملعبها انه ياخد منك الجيم في الاول، ده تواضع طبيعي، بيلعب وسط جمهوره ومغلوب الماتش اللي قبليه بره، وبتلعب في اجواء مش الاجواء بتاعتك، فطبيعي جدا عشان تخش الماتش هتاخد وقت. صحيح. وبتحصل مع كل فرق العالم انك انت يعني في حاجه اللي هي الاول ثلث ساعه ولا 25 دقيقه الفرقه اللي قدامك بتلعب بالحماس اكتر منه من المهارات واللعب والتاكتكس وكل حاجه، فبيبقى متغلب عليك غصب عنك بالحماس بتاعه وقوه العزيمه والاراده والجمهور وكل حاجه. صحيح. وخليني انا وانا وحضرتك بتتكلم كده اقول لك على انه عندما تنظر لفريق النادي الاهلي امبارح، وعلى رايك هم في 55 60 دقيقه الاخيره او يعني اللي هي من بعد الدقيقه 30، تجد ان انت بتلاعب فريق قوي. يعني النادي الاهلي فريق قوي طبعا، فريق بطل افريقيا طبعا. اصل انا من كتر اللي بشوفه وبسمع، ما اعرفش انت برضه انت ترتيبك كام في المجموعه الاول؟ صح. من مباراه جوه ملعبك، ما هو انا فاهم، ومباراه بره ملعبك. صحيح. انا بديك بس الترتيب. لكن انا قصدي اقول لك انه انا ما اعرفش لماذا هذه الاتجاهات. من حقك ان انت تنتقد بالمناسبه، من حقك تنتقد تقول ايه، لا المفروض طاهر ما كانش يحطها كده، كان يحطها كده. كريم يحطها كده، ما يحطهاش كده. انت حر، قول اللي انت عايزه، ده راي فني. لكن انا لماذا دائما النظر الى السلبيات؟ ما هي دي المشكله بالنسبه لي. انا مش المشكله بالنسبه لي ان انت تنتقد، بالمناسبه تنتقد فني انت حر. مثلا اهو كولر النهارده او في مباراه امبارح غير بين الشوطين، صحيح، ومع ذلك قال لك هو اتاخر في بعض التغييرات. طب امتى التغييرات اللي اتاخر فيها؟ لانه ولا هي مجرد ان انا عايز اقول ان هي الراجل اتغير، الراجل انا اسف اتاخر في التغييرات؟ لا، ما هو خد بالك، انا هقول لك على حاجه. امبارح الراجل انا شايف من وجهه نظري ادار الماتش بشكل كويس، هايل يعني. وجهه نظري في الشوط ما بين الشوطين عمل تغيير شويه، وعمل تغيير تاني، وعمل تغيير تالت، عمل تغيير تالتة يعني. فالنهارده الجيم هو فيه من بدري يعني، هو في الجيم، كولر في الجيم من بدري. صحيح. تمام. ممكن كن ننتقد التغيير الماتش اللي قبليه اللي هو في الدقيقه 80 وبتغير ومتاخر واللعيبه مش ماشي اوكي، تمام. لكن الماتش تحديدا ماتش امبارح، لا، هو الراجل في الجيم من بدري يعني، قاري من بدري، ابتدى يغير من بدري. صحيح. تمام. ما صبرش لحد اللي هو انا هستنى يا جماعه لحد الدقيقه 70 وابتدي اغير، لا، ده انا غير من الشوطين وغير في الدقيقه 68، تاخد بالك، وغير بعد كده تاني. فعمل التغييرات في توقيتات مختلفه، واعتقد من وجهه نظر التوقيتات جيده. ليه انت بتقول التغييرات جيده؟ لان انت تسايدت المباراه بعديها على طول. صحيح. يعني انا النهارده امتى اقول التغييرات سلبيه؟ لما اغير التغييره والجيم يهرب مني، ما يعملش حاجه، تمام، او تبقى تغييره سلبيه ما استفدتش بيها. انما لما اغير التغيير واستفيد منها ويبقى انا خلاص انا ركبت الجيم بروعه الكوره وبروح على الجول وبروح وبصنع فرص وبصنع اهداف وبسجل هدف، يبقى انا النهارده كمدير فني عملت اللي عليا بشكل كويس، تمام، ادارت المباراه بشكل جيد. يبقى النقطه الثانيه الاخيره اللي هي مثلا الاهلي تعادل، طب لو الاهلي ما كانش جه في الجول في الدقيقه 91 او 92 كنت دي تعظيم سلام للفرقه وللمدير الفني ولكل حاجه، تمام. لكن عشان كده انا بقول لك السلبيه الوحيده امبارح من وجهه نظري في المباراه انك انت ما ينفعش بقوه بالظبط بقوتك انت كنادي الاهلي يجي في الجون في الدقيقه 92. لا، ده انا المفترض ان انا النادي الاهلي خلاص سجلت هدف،
انا اللي باجي في الدقيقه 92 تمام صحيح. لان انا بقى دايما عندي الرغبه في الاهداف. خلي بالك ما هو انت حتى وانت متعادل 1-1 انت الكره لما تردد كانت ممكن تيجي جول لطاهر ممكن يعني. صح صح. وقبليها ما انت مضيع 3-4 فرص غير قبلها يعني. انت قبليها مضيع 3-4 فرص ورايح للجول وعامل هجمات خطر والشوط الثاني تقريبا هم بيحاولوا يباصوا وانت بتقطع وبتلعب كره سريعه وبتتنقل بشكل سريع جدا صح. يعني امبارح التحولات بتاعتك كانت رائعه جدا التحولات بتاعتك من حته دفاعيه لما بتقطع بتبتدي تلعب كره سريعه فبتوصل بشكل اسرع صح تمام. بدايتك جيده يعني بدايتك جيده تغييراتك زي ما حضرتك بتقول حل. تغييراتك جيده احرزت هدف صحيح. السلبيه الوحيده من وجهه نظر كابتن بلال ان هو دخل فيك هدف في الدقيقه 92. طيب برضو نفس السؤال لماذا دائما الهجوم موجه ضد النادي الاهلي وما تقوليش اصله مش عارف ايه. لا انا عايز اعرف سبب بجد. هل هو انتقاد لمجرد الانتقاد ولا ما هو السبب؟ انا مش لاقي يعني الراجل عمل 1-2-3-4 سواء الراجل او اللعيبه عملوا اللي عليهم. طيب لماذا يحدث كل هذه الامور؟ بص لكن اقدر اقول زي ما انت قلت اهو. ما انت قلت على شاشه قناه الاهلي اهو. طيب مش احنا على شاشه قناه الاهلي ما حدش بيقول لنا ما حدش بيمنحنا من الانتقاد الفني. طب قلت ان هناك سلبيه في ان انت يجي في الجول في الوقت ده صحيح. ما تطلع تقول هذا الكلام صح. مش انت يعني هو طبعا اتكلم في الماتش بشكل عام يعني فاهم قصدي. انت قصدك تتكلم في الماتش اتكلم. ما احنا بنقطع في الاستوديو التحليلي بنقول كل حاجه. يقول يا جماعه التغيير ده اتاخر شويه. طب المفترض مش عارف فلان كان تبليه فلان ما بداش. طب المفترض الشوط الثاني كان يحصل بعد وجهات نظر. بنتكلم وجهات نظر فنيه. لكن خد بالك هو الاهلي السنه اللي فاتت افريقي دوري العام كاس مصر كاس السوبر السوبر الافريقي تاخد 5 بطولات السنه اللي فاتت صحيح. طب انت هتروح فين السنه دي؟ فطبيعي جدا يبقى في يعني مقاومه مثلا. لا تهميد شويه. انت هتاخد كل البطولات كل سنه؟ انا عايز اخده. انت عايز تاخد ممكن فنيا لكن انت من وجهه نظر لا من وجهه نظر الاخرين انت عايز تاخد كل البطولات؟ تاخد افريقيا السنه اللي فاتت وافريقيا اللي قبلها تاخدها واللي قبلها تاخدها واخد 3 ورا بعض وصلت لل 11 وعايز تاخد 12 كمان وعايز تاخد الدوري العام السنه وخدت الدوري العام السنه اللي فاتت وكاس مصر هتاخدهم السنه دي كمان؟ لا طبعا. طب ازاي يعني؟ من وجهه نظر الاخرين هل كنجاح هم عايزينك تحققه تاني؟ اكيد اعتقد لا طبعا. يعني مفيش حد عايز هيسمح لك او هيفرش لك الارض وردي يقول لك اتفضل انجح وخد البطوله التاني. استحاله. الفكره كلها اليقين بتاعنا والايمان بتاعنا الشخصي تمام. انا كلعيبه وكمدير فني وكجمهور مش المفترض ان انا الاهلي وحش فبقى ماشي ورا نغمه الاهلي وحش. لما الاهلي وحش يا جماعه اوكي انا الاهلي ممكن يكون وحش نقيم الامور تمام. بس الاهلي الاول في الدوري العام ورقم واحد. الاهلي الاول مش الاول ما اقصدش يعني لو كسب ان شاء الله يكسب المباراه اللي جايه يبقى الاهلي الدوري الاول في الدوري العام. طب الاهلي الاول في على المجموعه بتاعته في افريقيا ومع ذلك الاهلي وحش تمام. فانت النهارده انت في نغمه بتتقال وخد بالك تحس ان في ناس ماشيه يعني في لا بتتقال بص فيدور لك يقول لك ايه ما الاهلي مش هيجيب اجوان اصل الاهلي تصدق يقول لك الاهلي السنه مش هياخد حاجه. هو ده فاهم قصدي؟ هو ده. انا لسه كنت بقول لك ايه تصدق لو الاهلي مش هيجيب اجوان ماشي تمشي يعني انت بتضيع اجوان كتير فممكن ماشي تمشي لكن الاهلي مش هياخد حاجه. طب انا هسالك سؤال اتفضل. هقول لك على حاجه. السنه اللي فاتت في الدوري العام اكتر فرقه جاب اجوان مين؟ الاهلي. انت عندك فرويد؟ كان عندك فراوده؟ هم اللي موجودين هم موجودين يعني يعني طبعا استثناء مودست ماشي ما اقصدش يعني انت عندك انت بتدور على فرويد صريح من السنه اللي فاتت وعملت واحنا عايزين فرويد صريح كمان خد بالك. لكن انت هجوميا افضل فرقه من في هدفت السنه اللي فاتت وكيف تفسر؟ صح تفسر السنه اللي فاتت انت اقل فرقه دخل فيها اجوان يقول لك عايزين دفاعيين ومع ذلك يقول لك الاهلي ايوه بس دايما احنا بنقول في النقطه دي برضو يا بلال ان احنا انه النادي الاهلي دايما محتاج التطوير اللي هو الافضل. انت عايز توصل لل 100% الله ينور عليك. فبلال دلوقتي اسلام خلاص عمل اللي عليه فبلال يخش مكان اسلام وبعدين اسلام فاهم اهي التدوير طبيعي الطبيعي وان احنا دايما متعودين ان مثلا الباك رايت في النادي الاهلي لازم يبقى فيه 3 باك رايت صحيح. الباك ليفت في النادي الاهلي 3 في كل مكان صحيح. على الاقل بتجد 1-2-3 يعني انت عندك 6 بطولات بتشتغل بتلعب فيهم كل سنه. انت النهارده افريقيا السنه الجايه تلعب افريقيا كمان تمام. فانت عندك سوري السنه الجايه تلعب كاس العالم كمان للانديه. فانت عندك بص بطوله الدوري العام صحيح بطوله كاس مصر الرابطه تمام عندك السوبر المصري عندك الافريقي عندك السوبر الافريقي عندك كاس العالم للانديه لو وصلت يعني هتوصل ان شاء الله السنه الجايه هتكون موجود. فعندك 7 بطولات بتشتغل فيهم 7 بطولات في سيزون قد ايه؟ سيزون مضغوط كده
يعني السيزون بالنسبه لك مضغوط جدا. ولكن ما قيل قبل هذه المباراه، وقد يكون هناك البعض اللي يعني عنده حق في هذا الامر، مثلا يقول لك ايه، اصل انا قلقان من مستوى النادي الاهلي انه يلعب بهذا الشكل امام في كاس العالم. هو في الاخر التارجت بتاعك غير تارجت بقيه الانديه. خلينا نروح لبقيه الانديه. لا ما هو انا بقول لك اهو، استنى بقى. طب انا بقى هقول لك، انا هشرح لك الموضوع. خلينا نروح لبقيه الانديه. الوداد عمل السنه دي اتغلب ماتشين، الترجي عمل ايه؟ لسه مغلوب. صن داونز عمل ايه؟ اتغلب مازيمبي 1-0، وده اللي انا قلته في البدايه. تمام، انت بتتكلم بقى في 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 قمم الكره الافريقيه في الوقت الحالي. تمام، اللي على رأسهم النادي الاهلي، طب اتفرج عليهم في البطولات الافريقيه. النجم الساحلي عمل ايه؟ اتغلب برضه، مغلوب ماتشين. والوداد تمام، الوداد مغلوب ماتشين، والترجي اتغلب، والصن داونز اتغلب، كلهم اتغلب. فانت النهارده بتتكلم ايه؟ خلاص، ما انت الناس دي عشان لعبت معاك بطولات كتير السنه اللي فاتت، ما استحمل، مش قادر يكمل. فبص بقى، انت فاهم؟ فالنهارده فاتفرج النهارده بقى على ده، قارن بقى، قارن بين يعني، شوف مشوار الفرق دي في البطوله الافريقيه ومشوارك انت في البطوله الافريقيه. ماتش الاولاني الشوط الاول ما كانش افضل حاجه، خد بالك كناحيه تهديفيه. ماتش الاول في افريقيا هنا اللي كنت بنلعبه هنا مدياما. انت الشوط الاول مضيع 6 فرص حقيقيه، الشوط الثاني سجلت 3 اهداف. ما انا حتى كنت بقول في الاستوديو، بقول لك يا جماعه احنا الفرق ما بين الشوط الاول والشوط الثاني، انت هنا سجلت، انا ما سجلتش بس، فاهم؟ فانت النهارده عامل جيم كويس الماتش الاولاني، الماتش الثاني عامل جيم كويس ومسجل هدف، ولو كنت حافظت عليك كنت خدت 6 نقاط والدنيا بالنسبه لك كانت ارتاحت. ومع ذلك انت برضو الاول تعادلت بره ملعبك، الفرقه كلها يعني، لكن لا يوجد انهيار. انهيار يعني إيه؟ ايوه، لانه انهيار ده لما يكون انا مغلوب ماتشين، زي مثلا زي الوداد مثلا، ولا زي ولا اتغلبت زي صن داونز بره، وقاعد بقى حاطط ايدي على خدي. بس احنا مجربين ده، حتى لو ده حصل مع النادي الاهلي ما بيبقاش كده، لانه في النهايه ما انت اتغلبت السنه اللي فاتت، ما هو ما حدش اتغلب 5-2 مثلا، لكن النادي الاهلي اتغلب 5-2 السنه اللي فاتت من خد البطوله، من صن داونز، وخد البطوله في الاخر. وجهه نظري ان هو ده الفرق، يعني هو ده اللي يوديك، لان النادي الاهلي هو الكبير، هو القوي، هو ان انت لما تقع ازاي تقف. وهو وهي دي، مش بس النادي الاهلي، سمت الفرق اللي بتلعب على بطولات كده. صحيح، هي دي الصفات الاساسيه للفرق اللي بتلعب على بطوله. لما تبص مدريد بره السنه اللي قبل اللي فاتت لما خد البطوله، مغلوب بره، وكل الناس قالت مدريد مش هياخد البطوله والسيتي هيقطعه وبتاع، وفي الاخر مين اللي خد البطوله؟ ريال مدريد اللي خد البطوله السنه اللي قبل اللي فاتت. ريال مدريد اللي قبل اللي فاتت، ريال مدريد اللي خد البطوله. سمت الفرقه الكبيره، خلاص انا عندي جولز، عندي اهداف، عندي تارجت عايز اوصل له. اتغلبت 5، اتغلبت 2، اتغلبت 4، لما تيجي الفرصه ان انا يعني اشتغل عشان اخد البطوله هاخد البطوله. هي دي الانديه الكبيره. ولكن التعثرات خد بالك، التعثرات للفرق الصغيره بتوقعهم، صح؟ التعثرات للفرق الكبيره بتقويه، بتقويه كمان، خد بالك، فاهم قصدي؟ النهارده لما اتغلب 5، لا خلاص انا مش هسمح ان يعدي جيم تاني من غير، مش متغلب بقى تاني، لا متغلب خالص، مش هتغلب تاني، فاهم؟ فالنهارده التعثر بيزيدك قوه. الانديه الكبيره، لان الانديه الكبيره عندها جمهور يعني اسف، يعني الجمهور بيزوم عليك وعايزك دايما افضل حاجه، وما ينفع طبعا حق الجمهور طبعا عليك في كل طبعا مكان. الجمهور حقه وكل حاجه، ده طبيعي، هو اللي بيضعك في سابع سما يعني، فبالتالي هو ده حقه طبعا. دايما وخد بالك، لولا الجمهور انت اي فرقه هتتغلب 5، الماتش اللي بعديه يلا سلام عليكم انا رميت الفوز خلاص. ما هو ده اللي حصل. اي فرقه في اي فرقه، استحاله فرقه تقوم من الوقعه دي، استحاله. وفي افريقيا تحديدا طبعا الامور صعبه جدا. انت السنه اللي فاتت انت صن داونز والترجي والوداد وكل الفرق، كل الفرق قويه، فاهم؟ ولكن انت عشان عندك جمهور قوي جدا في ظهرك، تمام، انت كمان بتعمل له حساب كبير جدا. أيه. تمام، يعني وبتخاف ان الجمهور يغضب ومش عايز يغضب، وانت كمان كنادي اهلي عندك اسس وعندك مبادئ وعندك قيم وعندك روح البطولات، تمام، ودي بنشوفها في اللعيبه القديمه وبتكتسبها اللعيبه الجديده، وعندك مجلس الاداره كابتن خطيب يعني لعيب كان لعيب كبير جدا سوبر ستار، فعندك ناس بتنقل لك الحوافز دي كلها. فبالتالي انت لعيبه النادي الاهلي، مع احترامي الكولر، قبل كولر ما احنا خدنا بطولات افريقيا، وبعد كولر هناخد بطولات افريقيا تاني، فانت عندك الحوافز اوريدي موجوده، النادي اللي بيبنيها رقم واحد. وخلي بالك زي ما بناخد زي ما هنخسر. اكيد تواضع طبيعي. يعني طب ما انت خسرت البطوله اللي قبل اللي فاتت. بس خسرت في الفاينل وعادي، وسقفنا وقلنا يا جماعه البطوله اللي جايه ان شاء الله. ووضع طبيعي، خد بالك دي نظريه صحيه يا جماعه، انك انت تكسب بطوله وتخسر واحده، تكسب 2 وتخسر واحده، عادي يعني، دي نظريه صحيه. مفيش نادي في العالم كله بياخد كل البطولات، ولا ما فيش هيبقى في منافسه، مش هيبقى في تنافس. ولكن خلي بال حضراتكم، احنا هنا ما بنقولش حاجه، ولكن احنا بنقول انه الجمهور بيحاول يزعل في اي وقت، ودايما عايز يزعل يزعل يعمل اللي هو عايزه، ولكن هو هنا بلال بيتكلم على الطبيعي بعيدا عن الجماهير. يعني الجماهير دي ليها فكر دايما بيبقى خاص، وليها
ومن حقهم يعملوا اللي هم عايزينه، لان هم اللي بيضعوا كل اللعيبه، مش يعني اي اسم في الاسماء اللي انت قلتها. ما احنا مين اللي بيحطهم في 7 7؟ خد بالك الجمهور. طب ما احنا اتفقنا ان الجمهور من حقه دايما، او الجمهور دايما عايزك في اعلى شيء. صحيح. في كل الماتشات ودي رسميا، لو بيحضر تمرين عايز التمرين على اكمل وجه، تمام. ولكن طبيعه كره القدم فيها اختلاف، فيها منافسه، فيها منافسه، وطبيعه كره القدم مش تكسب طول الوقت، وطبيعه كره القدم في اجيال مختلفه. يعني اجيال مختلفه، يعني ايه اجيال مختلفه؟ في عندي جيل هياخد 4 5 6 بطولات وبعدين هينتهي، وهتيجي تعمل بناء جديد للفرقه من اول وجديد. وده وضع طبيعي جدا في كره القدم. يعني مش مفيش واحد لعيب هيديك يعني وهو عنده 22 سنه زي وعنده 35 سنه، استحاله. فطبيعي هتعمل احلال وتجديد للفرقه. فلما تيجي تعمل احلال وتجديد للفرقه اكيد المستوى هيقل شويه، واكيد ممكن في بطوله تضيع منك او بطولتين ثلاثه يضيعوا منك لحد ما تبني فرقه من اول وجديد. وهي دي كره القدم وترتيبات كره القدم. فلازم الناس كمان يبقى بس عندها وجهه النظر دي، ان هو ايه؟ لا لا يا جماعه، 4 بطولات افريقيا مع دوري عام بيكسب، فيجي في بطوله ممكن الامور ما تمشيش افضل حاجه حد ما يبتدي ما يعمل يبني فريق من اول وجديد. بس الناس كلها دايما عارف اصل الاهلي مشكلته ناقص مهاجم. ماشي حلو، اكيد هنجيب مهاجم يعني لا هات الارقام. انا دايما بستغرب في مثل هذه الامور. انا في الاخر هقول لك ايه؟ هقول لك زي ما انت قلت كده بالظبط، لان الارقام دايما لا تكذب ولا تتكذب. يعني ما تقدرش تكذب، ما اقدرش اكذب عليك واقول لك ايه اصله كذا. لا خد بالك لما تيجي تسال مدير فني يقول لك طب ما تبص على الـ على الـ على الـ بص على الارقام السنه اللي فاتت المهاجمين بتوعك. هو مش هيتكلم على المهاجم الصريح، هيبص يقول لك بص على الناحيه التهديفيه السنه اللي فاتت، يقول لك احنا اعلى نسبه تهديف في الدوري العام. طب انت عايز هنا الجمهور يرد عليك يقول لك ايه؟ يقول لك هو انت بتدي عذر ان هم ما يجيبوا يعني ان لا طب ان الاداره مش مهاجم. ايوه لكن خلص. انت بتقول الحقيقه. لكن انا برد على الناس اقول كده، يا جماعه انا بقول الحقيقه. الحقيقه اللي هي ايه؟ ان مش اسلام اللي بيقول الحقيقه، الارقام اللي طالعه بتقول هذا الكلام. انا في بدايه الكلام قلت لك ايه؟ بص على ارقام النادي الاهلي كناحيه تهديفيه السنه اللي فاتت، هل هو مش اعلى فرقه جابت اهداف؟ وانت ما عندكش هداف الدوري مش من الفرقه عندك، تمام. مع ذلك انت بتعتمد في الخطه بتاعتك على الاثنين الوينجرز واللي جاي من تحت وراس الحربه اللي بيتحرك التحركات العرضيه والقطريه بتاعتك. انت تجيب 3 أو 4 كتير. انت السنه اللي انت اكتر، انت عامل كولر عامل يعني اعتقد نسبه كبيره جدا في نسبه 3-0 تقريبا. 3-0 3-0 او 3-1 يعني التلاتات كتيره جدا السنه اللي فاتت. فبالتالي انت محقق يعني نسبه تهديفيه عاليه جدا السنه اللي فاتت. جدا جدا ارقام كبيره. ولكن ان جمهور الاهلي اتعود ايه؟ 9 رقم 9. فين الفرويد رقم 9؟ فين هداف الدوري العام اللي دايما لعيب النادي الاهلي بينافس عليه؟ لكن تيجي تكلم المدير الفني الاجنبي يقول لك يا باشا انت بص على الارقام بتاعتي، انا بسجل كام هدف في كل مباراه. صحيح. انت فاهم؟ صحيح. يعني مش هيكلمك على صناعه الفرص، هو هيكلمك على تسجيل الاهداف. تمام. لما تيجي تقول له صناعه فرص يقول لك لا ما انت مضيع كتير. لكن لما يجي يقول لك ايه انا بسجل كام هدف، هتشوف الارقام بتاعت النادي الاهلي ارقام عاليه جدا في النسب التهديفيه. صحيح. مش موجوده يعني القريب منك بعيد بحوالي 12 13 15 هدف. صحيح. اللي هو بيراميدز السنه اللي فاتت يعني. فبالتالي هو الراجل يقول لك انا قناعاتي ان انا بشتغل كتيم في الناحيه كتيم في الناحيه الهجوميه، ما تكلمنيش على لعيب بعينه. هو المدربين كده. لكن احنا كجمهور لا يا باشا، انا عايز رقم 9 يجيب الاجوان. هو ده اللي هيجيب الاجوان. هنكمل كلامنا الممتع من الناحيه الفنيه ومن ناحيه كل النواحي، لانه مهم جدا 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 نعرف ان هناك ايجابيات وهناك سلبيات. ولكن لماذا دائما الكلام عن السلبيات؟ يعني يا جماعه في ايجابيات برضو نقدر نتكلم عنها ونقدر نقولها، وبالعكس نقدر نبني عليها لما هو قادم وهو الاهم بالنسبه لنا كنادي اهلي. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع نشوف تقرير برضو عن اخر استعدادات النادي الاهلي، او بعد العوده من الراحه واخر استعدادات النادي الاهلي للمباراه القادمه. ونشوف هذا التقرير، وبعد التقرير نرجع بقى نتكلم مع حضراتكم انا مره ثانيه، انا وكابتن احمد بلال. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. بلال، المباراه القادمه وهي مباراه مهمة جدا للفريقين بالمناسبة، لأنه فريق كسبان ماتش وخسران ماتش، فريق شباب بلوزداد، ولكن نادي الأهلي كسبان ماتش ومتعادل ماتش، والمباراة القادمة على الأرض. المباراة هنا في ملعبنا. بص يعني أنا أثق إن شاء الله في النادي الأهلي إنه يكسب بإذن الله. يعني المباراة هنا في ملعبنا. ودايما بقول يا كابتن إسلام إنك أنت أفريقيا تحديدا في الجروب ستيج ما ينفعش تخسر نقطة على ملعبك. أوكي. وأعتقد إن الفرقة، وأنا متأكد مش أعتقد بس أنا متأكد إن طبعا كولر باللعيبه بالجهاز بكل الناس، عايز يصعد على الاقل ياخد التسعه، عايز تكسب تدخل التلاته التسعه اللي عندك،
وماتش بره تتعادل بقى فيه زي ما عملت كده تكسب ماتش بره وخلاص المهمه بالنسبه لك اصبحت هتبقى منتهيه. انت مشكلتك بره طبعا في الملعب ودرجه الحراره والرطوبه والارضيه، يعني الملعب امبارح الارضيه تقيله جدا جدا جدا. بص ما هو برده ما هو في حاجات ينفع نقولها، في حاجات احنا بقى لنا 100 سنه الاهلي من 1907 بيلعب في افريقيا او يعني من وقت ما عمل. هتفضل طول عمرك بتعاني برده نفس المشاكل، وهتفضل ايوه هتعاني ولكن يعني خلاص بقى عشان ما حدش يقول لك انت بتعود. لا مش متعود، انا بلعب هنا في الشتاء بروح هناك بلعب في الحر. انا رايح تنزانيا عشان انا عارف ان الجو هناك حر، عارف ان هناك صح رطوبه صح، عارف ان هناك الملعب صح هيبقى تقيل صح، خصوصا انا لعبت منه عنده قريب صح، كل ده انا عارفه. فهنا الناس تقول لك طب ما تقعدش بقى تقول لي افريقيا، خلاص انتوا فهمتوا وعرفتوا بتاخد منك بتاخد منك مختلفه بتاخد منك، ولكن في نفس الوقت ما هو انت كل سنه ايوه خد بالك ما انا بلعب على طبيعه ارضيه مختلفه. هو صح انت شتا انا اسف يعني، هو انا بلعب صن داونز كل سنه؟ لا تقريبا كل سنه ما اقصدش يعني يعني ما يعني قصدي في الجروب يعني عموما يعني السنه دي بيلعب معاك ميدياما وبيلعب معاك شباب بلوزداد، ما لعبتش معاهم السنه اللي فاتت بقى يانج افريكان، ثلاث فرق مختلفه بثلاث ملاعب مختلفه بثلاث مناخات مختلفه صح، ثلاثه مناخ مختلفين يعني. فالنهارده لا الامر خد بالك مختلف في افريقيا تماما، انت بتلعب في اجواء غير الاجواء اللي هناك، بتلعب في طبيعه ملعب غير الملعب اللي هناك، بتلعب في الجو حر جو مطر مش موجود يعني الاجواء مختلفه، لكن برده مش اكسكيوز بالنسبه لك أيوة. يعني مش هنقول يا جماعه احنا بنلعب فهنتغلب لا لكن بنقول ايه، انت عندك ست بتلعب حوالي ست ماتشات مظبوط، تكسب الثلاثه اللي على ملعبك وتكسب مباراه بره، تتعادل مباراتين بره، تتغلب ماتش وتكسب ماتش، المهم بالظبط المهم انك انت التسع نقاط اللي على ملعبك ما تخسرش فيهم ولا نقطه. انت ايه مشكلتك السنه اللي فاتت؟ انك تعادلت صن داونز، هي دي المشكله بتاعتك اللي حصل اللي خلتك في ازمه مع مباراه الهلال وصن داونز ومين هيكسب وهيتعادل ولا لا. لكن انت لو كسبت التسع نقاط اللي هنا وخد بالك وباك صن داونز اللي كان ممكن تكسبه، يعني انت تعادلت 2-2 كنت كسبان 2-1 وكان ممكن تسجل هدف ثالث ورابع كمان، لان انت كنت تضغط بشكل كبير جدا جدا جدا، لكنك تعادلت المباراه ودي اللي وصلتك لحته ان انت يعني بقى عندك مشكله. لكن المباراه اللي جايه شباب بلوزداد انا مش شايف ان هو الفريق العملاق، يعني اتغلب المباراه اللي فاتت مع في ميديامة. مع ميدياما تمام 2-1 بيعرف يسجل بره ملعبه بيعرف يسجل ملعبه، لكن هو هل هو اقوى من النادي الاهلي؟ لا طبعا، بكل المقاييس الاهلي افضل بكتير جدا، بكل المقاييس الاهلي فنيا اعلى بكتير جدا، بكل المقاييس الاهلي عنده امكانيات وقدرات اعلى بكتير جدا، بكل المقاييس الاهلي خبرته في افريقيا في المباريات الثقيله اقوى بكتير جدا. انا ممكن على فكره اقلق من مباراه ضعيفه فرقه الاهلي بتلعبها مباراه ضعيفه، لكن مباراه القويه الكبيره انت اوريدي بتعلى بمستواك ليها، فاهم قصدي؟ الفرق الكبيره كده يعني، انا ممكن تيجي تلعب سيمبا التنزاني هنا في القاهره الماتش مع وسيمبا وفرقه وممكن تروح وتيجي ويبقى حاطط في حساباتك ان انت هتكسب في اي وقت، فالمباراه ممكن تتصعب عليك شويه، لكن تلاقي فرقه تقيله هنا الترجي مثلا او الرجاء او الوداد هنا في مصر هيبقى في قتال، التركيز بيكون 200% طبعا من قبل المباراه ما بتبتدي، وانت هيبقى في قتال في الملعب، وده اللي خد بالك اللي اتعودنا عليه من النادي الاهلي. انت دلوقتي حاطط ان شباب بلوزداد هو الفريق المنافس بالنسبه لك، المباراه الجايه هتكون مباراه قتاليه لان انت بتلعب على اول وتاني فاهم، وبتلعب تقريبا مع الفرقه اللي ممكن يبقى فيها مشكله بره ملعبك، تبقى ند ليك يعني هناك في المباراه اللي هتبقى هناك. فانت عايز تكسب من هنا عشان تحسم يعني الصعود او الترتيب بمعنى اصح، يعني الصعود ان شاء الله محسوم للنادي الاهلي، لكن انت عايز تحسم الترتيب، فبالتالي عايز تكسب هنا بنتيجه جيده عشان لما تروح هناك تعادلت اتغلبت لا قدر الله 1-0 او يبقى انت ايه انت ليدنج عليهم. ميدياما هناك وهنا اعتقد الامر هيبقى سهل، يانج افريكان ان شاء الله المباراه اللي هنا الامر هيبقى سهل، فانت عندك شباب بلوزداد. الفكره كلها ان المباراه على ملعبك، فدي يعني اعتقد وضع جيد بالنسبه للنادي الاهلي. واعتقد ان المدير الفني بعد المباراه اللي فاتت هو شايف ان ده شيء ايجابي، وخد بالك هو في كره القدم وفي الحسابات انك تتعادل بره ملعبك ده شيء ايجابي. احنا الفكره كلها الناس ليه بتبقى متضايقه وزعلانه؟ لانك كنت كسبان وكان ممكن تخرج كسبان من المباراه اللي فاتت هناك، فبالتالي الناس تبقى عندها احنا الاهلي كان كسبان وتعادل في الدقيقه 90 المباراه خرجت 0-0 الناس هتقول لك اوكي مفيش مشكله المباراه الاهلي ادى اداء جيد والمباراه كانت كويسه وبالتالي خلاص انت خرجت بنقطه التعادل، لكن الفكره كلها ان انت سجلت هدف فالناس ما كانتش منتظره ان يبقى في رد فعل ليانج فرحت بالظبط كده، فده اللي زعل الناس انك انت تعادلت. لكن مباراه شباب بلوزداد اعتقد الاهلي هيعمل هيأدي مباراه
من وجهه نظري هتبقى مباراه قتاليه جيده. بالمناسبه واحنا بنتكلم المباراه هتلعب في برج العرب ان شاء الله، يعني ان شاء الله يوم الجمعه. وانت برضه خد بالك بتفتقد استاد القاهره برضه يعني. جدا بس هو ما يعني دلوقتي مش ذنبك يعني دلوقتي قايلين هو مقفول لغايه بقى اول حاجه هتلاقي في يناير. ملعب واسع ملعب كبير ويناير ما عندكش حاجه خلي بالك، فهو يعني انت هتقعد ما تلعبش على استاد القاهره كاهلي يعني. عندك انت البطوله هترجع، انت هترجع في فبراير بعد ايوه ما انا بقولك في فبراير. لكن هو الاستاد مقفول لغايه فبراير لغايه يناير. بس اعتقد الرابط كاس الرابطه هتتلعب في التوقيت ده بتاعي يعني. تتلعب في التوقيت بس هتلعب بره استاد القاهره كمان يعني لو شهر واحد ممكن تتلعب هناك. بتكلم على شهر واحد البطوله في شهر واحد تاخد شهر اثنين فبتعتقد ان انت ممكن تلعب كاس الرابطه في استاد القاهره يعني. لكن خلينا نقول شباب بلوزداد هي هو مباراه الصعود بالنسبه لك. اوكي من وجهه نظري مفتاح تكسب بالظبط، تكسب مباراه شباب بلوزداد يبقى عندك سبع نقاط ويبقى عندك لسه مباراتين على هتبقى مباراه واحده على ملعبك تاني يانج افريكان، يبقى انت كده 10 نقاط، يبقى انت كده مؤهل ان انت تبقى بشكل كبير، يبقى انت صعدت من الجروب ستيج تلعب دور الثمانيه باذن الله تعالى ان شاء الله. فاعتقد الاهلي هيأدي فيها بشكل كويس. كل ما ده خد بالك المدير الفني برضه بيقرا وبيحفظ افريقيا وبيشوف وبيتعرف على الفرق الافريقيه وبيرتب. يعني انت النهارده كولر في افريقيا ممكن يكون مختلف شويه عن الدوري العام في الوقت الحالي. تمام. المباراه الاولى انت مقدم مباراه جيده جدا جدا من وجهه نظر 3-0 ومضيع 6-7 اجوان. المباراه الثانيه هو ككولر مقدم مباراه كويسه، عامل شكل كويس، عامل تاكتيك كويس، لعب بشكل جيد. الاهلي تسادم وراه شكل كبير جدا، سجلت انت الهدف الاول. فاعتقد ان هو افريقيا بالنسبه له هو قرى وش الجمهور كله، الجمهور عارف ان الجمهور بيدور على الحته دي، بيدور على البطوله دي، بيدور على البطوله رقم 12، بيدور على الفروقات، بيدور على الانجاز العالمي. خلاص انت الانجاز المحلي انت مسيطر عليه وهتفضل مسيطر عليه 50 سنه جايه، لكن انت بتدور، هو كمان بيدور زي ما احنا بندور كجمهور يعني على الاهلي فين من العالم، من رقم واحد على العالم، لان انت بتنافس ريال مدريد في البطولات القاريه. فبالتالي هو قاري الجمهور وعارف الحته دي، فهتلاقيه في ماتشات افريقيا مركز تركيز غير طبيعي باذن الله ان شاء الله يعني. طيب مباراه لمباراه لمباراه وبطوله بطوله لبطوله، يعني انت لعبت في الدوري، سافرت تاني يوم، رجعت كذا. اولا متى يستطيع المدرب او المدير الفني ان هو يضع خططه؟ خلال فتره يوم او يومين ده اولا. ثانيا هل الاجهاد او هل من الممكن ان يصاب لاعبو النادي الاهلي بالاجهاد خلال هذه الفتره؟ طبيعي هتتصاب طول ما انت هنا في الـ في الـ في الـ الـ انت للاسف انت بتلعب كل سيزون مضغوط، وكل سيزون تقول السيزون اللي بعديه ان شاء الله الامور هتتظبط وتتحسن وما بتتحسنش حاجه. فبتلعب ماتش، بتلعب بعد 3 ايام ماتش، 3 ايام ماتش ثاني، 3 ايام ماتش ثالث. تمام. فانت بتروح في حته غصب عنك، انت كمدير فني بتضطر غصب عنك انت، لان انت خد بالك اللغه اللي ما بين او الحوار اللي ما بين اللعيب والمدير الفني الجمهور مش ما يعرفوش يعني. ممكن يجي النهارده مثلا اليو ديانج يقول له انا بشتكي من اجهاد، تمام، او حاسس ان انا تعبان، فالمدير الفني فيقعدوا على دكه البدلاء، فتيجي انت تسال تقول له طب هو قاعد ليه؟ فاهم؟ ما دي نقاط برضه خد بالك انت البعض مش يغفلها، ولكن بعيده عن ده الحوار ده بعيد عن الجمهور. صحيح. انا النهارده ممكن امام عاشور يوم قعده احتياطي، فالناس تسال ده كان احسن واحد الماتش اللي فات او مش، بس اكيد في ظل توالي الماتشات وضغط المباريات ممكن الراجل هو امام نفسه يكون شايف انه مش قادر يلعب بنسبه 100%. فبالتالي الراجل ده واضح الماتش اللي فات تحديدا في كل ماتش هتلاقي الكلام ده، هتلاقي واحد صح في كل ماتش هتلاقي الكلام ده. هو الراجل النهارده بيغير ست، هو الراجل مش عايز يكسب، عايز يكسب يعني، خلينا مقتنعين في حد في الدنيا مش عايز يكسب؟ لا. طيب الراجل بيغير 6-7. طب يا جماعه ما هو في اوقات كتيره بيبقى مضطر انه يعمل تغييرات، لان خلاص اللعيبه ماتش السبت، ماتش الثلاث تلعب السبت تاني، وبعدين ترجع تلعب مثلا الاربع، وبعدين تروح تلعب الحد، وبعدين تلعب الخميس. طب ما هو غصب عن المدير الفني هو برضه عايز يحافظ على اللعيبه، ومش عايز لان اصابه لعيب بلا قدر الله بغضروف يعني كبير هتقعده شهرين ثلاثه، فيفقد 7-8 ماتشات في افريقيا وفي الدوري العام المصري. فبالتالي اللغه اللي ما بين المدير الفني وما بين اللعيب لا يعلمها الجمهور، ولكن هنا الجمهور بيتساءل هل من حق المدير الفني يقول؟ ممكن يطلع حد يقول، يمكن المدير الفني يطلع يقول لك والله في جهد في اللعيب، عشان برضه الناس تمام هتفضل عندها التساؤلات دي طول الوقت، لان انت خد بالك انت بتلعب النهارده التشكيل، فاي ناس بص اصله ما بيغيرش، اصله كل مباراه بيغير 6-7 لعيبه. في اوقات بتبقى غصب عنك، وخد بالك الراجل اشتغل السنه اللي فاتت في بطولات مضغوطه وخدها،
هو كمل برضه في بطولات مضغوطه هتبقى وما زال خد بالك وعندك نفس السكواد بتاعك انت اضفت عليه لعيب او اتنين وهيكمل في نفس بنفس الطريقه فهتبقى في لعيبه هتقع منك في الطريق وده وضع طبيعي في كل الانديه اللي في العالم بتحصل كده هيقع منك لعيبه في الطريق فتضطر انك تستبدلهم عشان لعيب يخش تاني يبقى فورمه رونالدو يلعب في النادي الاهلي لازم يجيب جون في نفس التوقيت تمام ولازم يتاقلم في نفس التوقيت الناس تحب كده لكن هل الواقع في كره القدم كده لا الواقع ممكن يكون بعيد عن كده شويه طيب ما قلتليش برضو هل حاله الاجهاد من الممكن ان تؤثر على النادي الاهلي خلال الفتره القادمه هتاثر طبعا ده وضع طبيعي جدا يعني انت النهارده لما بتلعب كل 3 4 مباريات 3 ايام ماتش فطبيعي جدا الحاله هيبقى عندك اجهاد بدني وضع طبيعي جدا لكن الفكره كلها في وسط الحاله دي ازاي المدير الفني يحافظ على الفرقه ببعض التغييرات تمام مش كتيره قوي مش كتير ده اللي احنا بننتقده دايما ببعض عشان كده بقول لك ببعض يعني تغييره 2 3 على الماكسيمم 3 وعلى حسب برضو الماتش يعني في ماتش انت شايف ان هو مريح بالنسبه لك ممكن اغير 6 7 لعيبه شايفه مريح زي مدياما اللي هنا في القاهره مباراه بالنسبه لك شايف ان قريت التيم فقريت التيم مش اقوى حاجه فبالتالي انت عملت تعديلات وغيرت وكسبت المباراه وضيعت اهداف كتيره جدا المباراه اللي بعديها لا انا همحافظ على التيم بتاعي الاساسي اللي بيلعب فاهم قصدي هي دي يعني التغييرات في الحدود اللي هي كده انا الفرقه اللي قدامي اداها ازاي الاداء البدني بتاعها القوه البدنيه بتاعتها الاداء التكتيكي بتاعها المهارات الفرديه اللي عند اللعيبه هل هو الفريق ممكن يبقى يعني الند بالند في المباراه ولا لا المدير الفني عنده حسابات مختلفه في الحته دي فبالتالي هو النهارده هيقرا والله الماتش اللي جاي بلوزداد لا هلعب فول تيم وممكن المباراه اللي بعديها اريح شويه من اللعيبه اللي موجوده عندي يعني اللعيبه اللي بتلعب بشكل مستمر ممكن اريح 2 3 اغيرهم طيب. اخيرا انا بلال الان على النادي الاهلي لان زي ما سالتك سؤال ناس كانت تقول لك ايه الثلاث اربع مباريات السابقه يقول لك احنا قلقانين على النادي الاهلي انت اهدافك مختلفه عن اهداف الاخرين انت هدفك تنظر جمهور النادي الاهلي ينظر لكاس العالم حقيقة. هعمل ايه في كاس العالم صحيح. انا عايز العب مانشستر سيتي انا عايز اوصل للمباراه النهائيه عايز اعدي الثالث فهل انت قلقان على هذا الامر شوف هقول لك على حاجه بص الاهلي انا هفكرك من 3 سنين لما كانت لعيبه المنتخب موجوده في المنتخب ولعبنا احنا البطوله اللي كسبنا فيها وكنا عدد كبير من الناشئين والفرق الاحتياطي وادينا كسبت. كاس عالم رائع جدا 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 فده خد بالك النظره دي انت بتتكلم على النادي الاهلي على السبيريت اللي موجود عند النادي الاهلي السنه اللي فاتت في كاس العالم للانديه اتعملت مباراه قدام مدريد كانت رائعه جدا صح جدا رائعه جدا وضيع ماشي وضيع واتخطفت في الاخر اخر تلت ساعه اتخطفت المباراه انت عارف ان انت هتتغلب اكيد يعني الفروقات كبير ولكن هل انت ما اديتش قدام مدريد بشكل جيد جدا اديت قدام مدريد بشكل جيد جدا بص احنا ما بنخافش على النادي الاهلي تمام الناس عندها طموح في الاهلي غير عادي صحيح يعني يفوق الافاق احنا الناس بتشوف ان النادي الاهلي رقم واحد في العالم مش بس في افريقيا وده حق الناس واحنا كمان بنشوف النادي الاهلي كده رقم واحد في العالم ولكن برضو في قدرات وفي امكانيات وفي دوريات مختلفه وفي اجهاد زي ما انت بتقول لكن احنا ما بنخافش على النادي الاهلي النادي الاهلي يمتلك عدد كبير جدا من اللعيبه المميزين جدا السنه دي هيبقى عندك فترات راحه كبيره جدا يعني في بطوله كاس افريقيا فبالتالي الراجل المدير الفني يعني العدد هيرجع بس خلي بالك برضو ما هو انت هنا لما هتيجي تبص وتنظر للحقيقه عشان اللعيبه هتروح يعني انت معظم لعيبه الاهلي هتروح المنتخب بس اللي هنا هيبقوا جاهزين اللي هنا هيبقوا جاهزين طبعا انا معاك ودي هتبقى يعني هتقدر تعمل لان بعد افريقيا خد بالك انت هتتزن في الوقت جدا فهتحتاج اللعيبه اللي موجوده هنا في مصر فاعتقد الفترة دي هتبقى فترة مناسبة بالنسبة للمدير الفني انه يجهز اللعيبة اللي موجودة ان شاء الله كله يبقى جاهز ان شاء الله خلال الفترة القادمة انا بشكرك جدا يا بلال على هذه المعلومات الرائعة الحقيقة والكلام الواضح والصريح اللي يصل دائما الى قلوب كل جماهير الاهلي بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا اشكرك يا اسلام شكرا انا اللي متشكر بيك شكرا جزيلا هطلع فاصل وبعد هذا الفاصل كريم سعيد واحمد ثابت في ضيافة البيت الكبير اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين خليني ارحب بضيوفي في هذه الفقره احمد ثابت زكي ابو حميد الحمد لله تمام ايضا كريم سعيد زكي كريم دي كابتن اسلام الحمد لله خلوني ابدا معاكم واخد بس بشكل عام رايكم في مباراه امس طبعا انا شايف المباراه امبارح يعني انا شايفها بصراحه احسن مباراه لكولر
على مستوى قراءة اللعب والتغييرات أحسن مباراة لكولر من بداية الموسم. أوكي. التقييم مش بيبقى بنتيجة الماتش، يعني ممكن لو كرة طاهر ديت مثلا كانت دخلت جون اللي هي في الآخر، أو كرة كهرباء، أو أي فرصة ضاعت، لو كان النادي الأهلي قدر إن هو يعني يكسب اتنين كانت الناس كلها هتطلع تشيد بكولر وإن هو كسب يانج أفريكانز في تنزانيا وكده. بصراحة أنا بحكم على قراءة اللعب والتغييرات وتوقيتات تغييراته. من اول مره انا حاسس ان انت مكسوف وانت بتتكلم بتقول كده. لا لا مش هذه هي الحقيقه. الحقيقه على فكره يعني معلش عشان انا برضو الموضوع ده بالنسبه لي بيمثل لي، انا بشوف ان يعني انا هرجع اتكلم معاكم في هذا الامر لكن بعد ما نتكلم اخد رايكم الفني، انه انا لا اعلم لماذا ينظر الجميع الى النادي الاهلي، او مش الجميع، البعض من الناحيه السلبيه. ليه دايما الناس بتبص للنادي الاهلي من الناحيه السلبيه؟ فيها سلبيات، ولكن وجهه نظر ان هذه المباراه فيها ايجابيات كثيره جدا. هو دورنا احنا كمحللين بتحلل المباراه مش بالنتيجه، انت بتشوف بعض الاداء في بتقيم المباراه، بتشوف تغييرات المدرب عامله ازاي، توقيتات تغييراته عامله ازاي، النادي الاهلي محاولاته قد ايه، راح على الجون كم مره، ما ده دور المدرب. ممكن اتكلم في سلبيه مثلا الفينش، اللمسه الاخيره، صحيح، وزي ما بلال قال برضه ان انت تخش في ان الفرقه محتاجه في يناير راس حربه. دي بعض الحاجات اللي ده طبيعي وكلنا شايفين كده، هو مين مش عارف الكلام ده. لكن انا شايف ان هي بصراحه احسن مباراه لكولر على مستوى التغييرات. سيبك من اللي هيقلل من كولر او اداء النادي الاهلي، يا جماعه احنا بنلعب يانج افريكانز، وانا كابتن اسلام عندي تعليق على معلق المباراه كابتن علي محمد علي، كامل الاحترام ليه وانا بحب تعليقه، بس بصراحه هو مزودها قوي. لا مزودها قوي. تعرف هو ايه اللي خلى، يعني انا ما كنتش هطلع اتكلم على كابتن علي تحديدا، ولكن اللي خلاني اتكلم على كابتن علي، انا سمعت شويه من مباراه، سمعت تعليقه على شويه من مباراه نادي الزمالك، فوجدت ان هناك فارق في التعليق اصبح واضح لجمهور النادي الاهلي، ان هناك في فرق يعني كبير، تحس ان الميول غالبه. ماشي، بس انت مش عايز تعمل جاب ما بين اداء النادي الاهلي ونادي الزمالك، فانت بتحاول تقرب المسافات. معلش هو برضو قال حاجات عايز معلش اصححها. لا اتفضل. اول حاجه هو بيقول المنافسين ضعاف وان المجموعه سهله. مجموعه سهله، احنا مش بنلعب اكاديميات ولا احنا بنلعب في بطوله الكونفدراليه، اضعف بطوله في تاريخ الكونفدراليه، احنا بنلعب في دوري ابطال افريقيا. المجموعه دي فيها يانج افريكانز، افكر بس المعلق ان يانج افريكانز ده السنه اللي فاتت كان وصيف الكونفدراليه، وصيف الكونفدراليه قدام اتحاد العاصمه الجزائري. يانج افريكانز ملعبه صعب جدا في تنزانيا، هو بطل الدوري التنزاني، هو المتصدر حامل اللقب كمان في الدوري التنزاني. بالمناسبه شباب بلوزداد اللي معانا في المجموعه حامل لقب الدوري الجزائري، يبقى انت بتتكلم ان المنافسين ضعاف ازاي؟ لا المنافسين مش ضعاف. الحاجه الثانيه هو طول المباراه يا كابتن اسلام عمال يتكلم ان النتائج مذبذبه، ان اداء النادي الاهلي نتائج مذبذبه. ايه؟ كان في اجتماع ان احنا عايزين نجدد الدوافع، لكن النادي الاهلي نتائجه مش مذبذبه، النادي الاهلي متصدر الدوري حتى الان وليه مباراه مؤجله، لو كسبها هيتصدر الدوري على بيراميدز، هيبقى 17 نقطه وبيراميدز 16 نقطه. النادي الاهلي احنا بنقول اهو ان النادي الاهلي محتاج مهاجم في يناير، الا رغم كده الاهلي اقوى خط هجوم في الدوري برصيد 12 هدف، الاهلي في افريقيا اقوى خط هجوم من بدايه دور المجموعات، صحيح، مسجل 4 اهداف، الاهلي الفريق الوحيد في الدوري المصري اللي ما خسرش مع نادي زد، فرقتين بس في الدوري ما خسروش، النادي الاهلي ونادي زد. النادي الاهلي اكتر فريق صنع فرص في البطوله في دوري ابطال افريقيا 11 فرصه، النادي الاهلي اكتر فريق، ده كل الارقام دي بص يا كابتن اسلام للنادي الاهلي السنه دي في دور المجموعات، اكتر فريق عمل محاولات في البطوله، عامل 41 محاوله، 26 قدام ميدياما و15 قدام يانج افريكانز. النادي الاهلي ثالث اكتر فريق استحوذ على الكوره في البطوله بعد صن داونز وبعد الوداد، يعني النادي الاهلي ماشي كويس. مش معنى كده ان انا اخد الناس في جنب بالظبط، اللي هو ايه يا جماعه احنا متعادلين، حتى لو اتعادلت مع يانج افريكانز في تنزانيا دي نتيجه مش وحشه، نتيجه النادي الاهلي اصلا في اخر 5 سنين، يعني انا معايا حتى نتائج النادي الاهلي في دور المجموعات يا كريم. الموسم اللي فات احنا خسرنا من الهلال 1-0 وتعادلنا مع صن داونز 2-2، يعني انت ايه جبت كام نقطه؟ نقطه واحده. الموسم اللي قبله اتعادلنا مع الهلال 0-0 وخسرنا من صن داونز 1-0، ده كان ايام موسيماني، يعني خدت اتعادلت يعني خدت نقطه واحده. الموسم اللي قبله كسبت المريخ السوداني 3-0 وخسرت من سيمبا 1-0، يعني كام؟ يعني 3 نقط. الموسم اللي قبله بقى اللي كان مع فايلر خسرنا من النجم الساحلي 1-0 وكسبنا الهلال السوداني 2-1، يعني خدت 3 نقط. الموسم اللي قبله 2019 كسبت فيتا كلوب 2-0
وتعادلت مع شباب الثوره الجزائري 1-1 اخذت 4 نقط. يعني اول مره من 2019 النادي الاهلي ياخد 4 نقط من اول ماتشين. وانا ليه ما اتكلمش في الحاجات الايجابيه دي على فكره؟ ده اللي انا بقوله دايما. انه لماذا لا ينظر، وهنا عايز اروح لكريم، لماذا لا ينظر البعض يا كريم للنواحي الايجابيه؟ في سلبيات، وعلى فكره انت قلت سلبيات ولا ما قلتش الاسبوع اللي فات؟ امبارح ولا حتى امبارح في الماتشات انا في الاستوديو احمد بيتكلم بنفس هنا القانون. لا لا هنا كل امانه. فبالتالي انا اللي انا اقصد اقوله ايه؟ انه ما هو ماشي يا جماعه، ما هو في سلبيات طبعا، ولكن انا وجهه نظري برضو تاني للمره المليون انه مباراه امبارح فيها ايجابيات كثيره جدا تستطيع ان تبني عليها، خصوصا الفتره القادمه. هو دول المجموعه اللي هتقدر يعني هي دي المجموعه اللي هتلعب بيها، وهي دي المجموعه اللي هتكمل، وهي دي اللي خدت لك البطولات السابقه. بص كده، خلينا نحط بعض المبادئ حتى للجمهور، جمهور النادي الاهلي، واعتقد جمهور النادي الاهلي هو الجزء المهم في المنظومه، انك تطمنه، لان في الاخر برضو النادي الاهلي هو بالزبط. يخص جماهير النادي الاهلي اكتر ما يخص جماهير اي انديه اخرى او اي فرق تانية. الاكيد ان الجيل الحالي او النادي الاهلي في السنوات الاخيره في افريقيا ما بيبداش بكامل قوته مع بدايه دور المجموعات، دي حقيقه ثابته ما فيهاش وجهه نظر. وفي درس بصراحه اتعلمناه في السنوات الاخيره، وهي ان البدايه المتوسطه 1000000% افضل من النهايه الضعيفه يا سيدي. كلها صحيح. كل امان. البدايه المتوسطه افضل بكتير من النهايه الضعيفه، زي مثلا الموسمين النادي الاهلي خسر فيهم بطوله الدوري مع بيتسو موسمين. طيب التدرج في المستوى امر كل الانديه الكبيره في العالم تشتهر بيه. النهارده مثلا اللي بيتفرج على الدوري الانجليزي بيتعود بيشوف السيتي قبل شهر ديسمبر النتائج متذبذبه، واخرها حتى التعادل النهارده اهو مع توتنهام، والفريق اتقدم 3 مرات وما بيقدرش يحافظ على التقدم بتاعه. صحيح. اللي اتفرجت على ماتش مانشستر سيتي وتوتنهام. اول ما يعدي شهر 12 ونبدا نخش في الثلث الاخير من الموسم، اتفرج على مانشستر سيتي في دوري الابطال او في الدوري الانجليزي، اتفرج على النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا. وتاني بقول اهو، حتى مع هزيمه الوداد، حتى مع هزيمه الوداد هيوصل مرتين، اتفرجوا على الوداد كعقليه في الـ4 مرات الجايه. بس بشرط ايه يا حته بقى؟ ان هو انا مضطر ان النتائج الاخرى تساعده. هو محتاج النتائج الاخرى تساعد ان هو، وهذا ما حدث مع النادي الاهلي السنه اللي فاتت. النجم الساحلي بصراحه عمل مباراه ممتازه ممتازه قدام الترجي، المباراه الاولى انا شفتها حاجات حلوه قوي. المباراه الثانيه بصراحه، وهنتكلم على بيتو اتلتيكو، خطر قادم في افريقيا، هنتكلم على الفرقه دي. لان عندهم فرقه قويه، عاملين فرقه جيلبرتو عامل شغل كويس جدا، مش عايز اقول لك جيلبرتو اللي انا سامعه يعني. صحيح. الماتش اللي انا شفته ايه ده؟ انا ما شفتش الماتش الاول بتاعهم. لا هو خلي بالك الماتش بتاع امبارح ده كان مش طفره، ولكن هم يعني اقل من يعني هو امبارح كانوا جامدين قوي. فكروني، لا الماتش ما فكرت عليه، فكروني بفرقه بيترو اتلتيكو اللي كانت بتلعب فرقه مانويل جوزيف في 2001 في الاولى خالص. فتاني لازم يا جماعه، مش عايزين برضو الحلقه دي معتاده قوي، الحلقه دي احنا بنعيدها كده كل سنه في بدايه دور المجموعات. واضح ان انت محتاج ان انت تعيدها. لا بس انت النهارده مستني او انت النهارده بتتكلم عن مجموعه كبيره من الايجابيات والناس خايفه تتكلم عنها. لا انا بتكلم، مش عايزين يتكلموا عنها. لا يا كابتن سامي، انا بتكلم بشكل عام، انا لسه ما حلتش الماتش. أوكي. تحليل المباراه ملوش دعوه خالص بالمبادئ. احنا بنتكلم، احنا دلوقتي بنتكلم بمبادئ عامه، ما بنتكلمش على الماتش. تحليل المباراه مفيش حد هيطلع يقدر يقول ان الشوط الثاني من النادي، الشوط الثاني على وجه التحديد كان امتياز. الشوط الثاني امبارح هايل، واحنا بنحلل اداء مارسيل كولر، بنحلل اداء مدير فني. المدير الفني رفع الريتم بتاع بتاع فريقه وعمل هجمات في الشوط الثاني ضعفين الشوط الاول، وبالتالي انت لازم اي حد هيشيد باللي عمله مارسيل كولر بدايه من دخول اللعيبه اوضه اللبس وتغييره قفشه وامام عاشور على وجه التحديد. صحيح. التغييره دي هتقول له شابوه، برافو عليك. في الماتش ما بقيمش اداء كولر في الموسم. صح. وتاني انا عايز الناس نبقى واضحين مع بعض، الرقم اللي قاله ثابت طبعا اكيد رقم ايجابي، انك اول مره تاخد 4 نقاط، انت دايما متعود في اول جولتين بتخسر نقاط اكتر من اللي انت خسرتهم السنه دي 19. واحنا كمان قلنا ثابت السنه دي ميزه في دور المجموعات دلوقتي ان احنا المباريات ما فيهاش الشد العصبي بتاع مباريات شمال افريقيا بالذات، خصوصا ان احنا عايزين نخش مباراه اتحاد جده وانت في افضل حاله ممكنه. هو ده. والحمد لله كمان بكل امان المباراه شباب الوزداد بقت يوم الجمعه عشان تتأجل لك مباراة، عشان المباراة زادت تتأجل.
صح. فكده انت لغايه مباراه اتحاد جده عندك ماتش واحد، مباراه واحده، ويبدا بقى مارسيل كولر يجهز فرقته لتنافس مختلف، مختلف تماما، لتنافس عجيب. وتاني حاجه النقطه برضك بس عايز برضه مش عايز اخرج منها بصراحه، فكره التنافسيه في البطوله اللي قال عليها سامي برضه هاخد من كلامه حته مهمه قوي. كل بطوله على فكره ليها تنافسيه مختلفه، مفيش حاجه اسمها قوي وضعيف، بدليل هزيمه بيراميد قدام نواديبو موريتاني هزيمه غريبه، لان حتى بعد تاخر 1-0 ما ينفعش تخش فكره الهدف الثاني والفريق ده بيلعب قدامك ب 10 لاعبين، ده يبين لك ايه؟ لا التنافس في دوري ابطال افريقيا مختلف تماما عن الدوري الممتاز، حتى مع ان انت تظن ان الفرقه دي ضعيفه، لا الفرقه مش ضعيفه، نواديبو ممكن يلعب فرق كتيره في الدوري المصري ويكسبها، ان الفرق دي بتلعب بشكل مختلف، بتلعب الكوره بشكل مختلف، استعدادها البدني بخلاف بقى الحرفنه والمهاره وكل شيء، بدنيا في الملعب هم كويسين واقفين، فريق بيلعب 10 لاعبين وبيقدر يسجل في ال 10 دقائق الاخيره، ده حاجه مش سهله. فتاني مهم قوي يا جماعه واحنا بنحلل الكوره ان احنا نبقى متفقين على شيء، متفقين ان احنا تحليل الماتش هو للماتش، لو بنقيم فتره نقول احنا بنقيم فتره، دمج الامرين مع بعض بيعمل تشتيت وبيخلي بقى ساعات هنا الجمهور يقول اه لا خلي بالك ده هنا الناس بتحاول ان هي تعمل بلبله في الفريق او بتعمل ان هي تقلل المعنويات، خصوصا بكل امان ان النادي الاهلي في الفتره الجايه بكل امان انا في وجهه نظري اهم مباراه له هي مباراه اتحاد جده، وان شاء الله باذن الله مباراه شباب الوزداد زي ما كابتن لاني سمعته بيقول نضمن بيها التاهل فعلا، انت وصلت للنقطه السابعه في الثلاث مباريات دول بنسبه كبيره انت ضمنت الصعود، ويتبقى ليك في الثلاث مباريات الاخرى ان انت تؤكد بقى تاهلك كمتصدر او كوصيف في الفتره اللي كل جماهير النادي الاهلي بتتفائل ان الاهلي يتاهل عن دور المجموعات كوصيف وليس كمتصدر، عشان ده الفعل الخير في اخر البطوله. الحالات الفنيه في هذه المباراه وكيف تفوق النادي الاهلي خصوصا في الشوط الثاني، ورايك في طاهر محمد طاهر كراس حربة؟ اول حاجه هعمل لحضرتك مقارنه ما بين، بناكد الكلام الاول بالارقام فضل. ونخش على الصور. بص مقارنه ما بين الارقام النادي الاهلي في الشوط الاول والشوط الثاني، عشان كده بقول لحضرتك دي احسن ماتش لمارسيل كولر من اول الموسم. بص يا كريم، استحواذ الشوط الاول كان 46%، الشوط الثاني 59%. عدد المحاولات يا جماعه راعوا ان احنا بنلعب يانج في تنزانيا، لما تروح قدام فريق الشوط الثاني 11 محاوله والشوط الاول 4 محاولات، المحاولات الصحيحه 2 صح في الشوط الاول و5 في الشوط الثاني، فرص محققه للتسجيل واحده في الشوط الاول والشوط الثاني كام؟ 4. الضربات الركنيه النقطه اللي انت عايز تتكلم فيها كريم، الشوط الاول صفر ولا ضربه ركنيه، الشوط الثاني 9 ضربات ركنيه. التمريرات 218 في الشوط الاول، 269 في الشوط الثاني. التمريرات الصحيحه 178 في الشوط الاول، 219 في الشوط الثاني. العرضيات عرضيه واحده بس في الشوط الاول، 14 عرضيه في الشوط الثاني. الالتحامات الثنائيه 18 18. فده الارقام بتاكد ايه؟ بتاكد تحسن اداء النادي الاهلي، مش تحسن، ان النادي الاهلي في الشوط الثاني كان ممتاز، ولو كانت اكتر من فرصه سجلت هدف كانت الناس هتشيد بكوله. وعلى الرغم من الشوط الاول برضو مع هذه الارقام كانت فرصه حسين الشحات لو كانت جت حسين الماتش فتح كان الماتش فتح. نبدا نجيب الصور الحالات الفنيه. بص يا كابتن اسلام، بعض الفرص طبعا دي برضو ارقام المباراه بصفه عامه، يعني المجموع بقى الاثنين، استحواذ النادي الاهلي 53% وبره ملعبك انت مستحوذ و 47%، التمريرات 487 للنادي الاهلي مقابل 431 ليانج، التمريرات الصحيحه 397 للنادي الاهلي مقابل 357، النادي الاهلي عامل محاولات اكتر من يانج 15 ويانج افريكانز 11، المحاولات الصحيحه 7-2، الضربات الركنيه 9-9. نجيب صور الحالات الفنيه. بص اول حاجه دي هنا انا بحيي مارسيل كولر على التغييرات. ليه؟ فكره طاهر محمد طاهر ان هو يلعب راس حربه فكره كويسه في العمق، في العمق يبعده عن الطرف. فكره بص يا كريم، هنا طاهر فين؟ طاهر نازل لتحت. عايز اقول لك حاجه، من احسن نص ساعه لعبهم طاهر في توظيفه في راس الحربه، اول مره كل ما طاهر بيلعب في العمق بيأدي اداء افضل هجوميا ما بيلعب في الطرف، في الطرف بيركز في الدفاع. هنا طاهر فين؟ زي ما انت بتقول يا كريم، نزل لتحت في العمق وفتح المساحه لكريم فؤاد. بص كريم فؤاد، بص على حركه ايده بيشاور له، بص عمل له التمريره دي الاثنين اللي نزلهم مارسيل كولر، طاهر وكريم فؤاد. لو كانت الكره دي جت جون ماتش خلص، وكان التغييرات والكلام كان هيختلف. الكلام اختلف. هات الصوره اللي بعدها كده كمل، كان الكلام هيختلف طبعا. التغييرات بص هنا الحارس ده عمل حركه ذكيه قوي قدام كريم فؤاد،
هو راح ناحيه الشمال وطمع كريم فؤاد ان هو يلعبها في اليمين، فضلوا الزاويه، فكريم لعبها راح الجون طاير معاها. صح. في اللعبه دي كمل نفس اللعبه برضو من زاويه تانية، كمل هات الصوره اللي بعدها، الحاله اللي بعدها، هنا دي حاله تانية، ده كل ده في الشوط الثاني. ياليو ديانج بيعمل الكوره بيشوط بتخبط في مين، كمل هات الصوره اللي بعدها، هنا طاهر دي كوره انفراد ده جوه داخل خلاص بيقرب من علامه منطقه الجزاء، دي الكوره اللي كانت حولت النتيجه، دي كانت 2-1، كانت 2-1 كانت هتبقى 2-1 كانت هتبقى 2-1 يعني للنادي الاهلي. بس هنا ارجع معلش الصوره اللي قبلها، هنا انا بالنسبه كتحليل انت طالما بتوصل للجون انت كويس، انت بس عندك مشكله في اللمسه الاخيره، طول ما انت بتروح على الجون يعني الكوره دي لو كانت جوت خلاص كذا فرصه. كمل هات الصوره اللي بعدها، هنا برده حالات قبل خروج كهربا، ده انفراد كانت تقدر كهربا برده يسجلها، هات الحاله اللي ده كل دي فرص ضايعه. دي اول في اول الشوط، دي اول واحده في الشوط اللي هي بيرسي تاو لعبها بكعبه لاليو ديانج، اليو ديانج لعبها بالعرض، جوله جميله بصراحه. حصل كهربا برده خدها وبيرسي تاو ضاعت، ده كل دي فرص ضايعه. كمل هنا بقى دي فرصه الشوط الاول بتاعت حسين الشحات، دي نفس الصوره دي بتاعت القضيه ممكن الفاينل بتاع الزمالك، هي نفس المرجعها كده ثواني نفس نفس تحس ان برده هيحطها في العرض. سبحان الله. كمل هنا بقى دي الفكره اللي كان بيلعب عليها مارسيل كولر في الشوط الاول اللي كريم انت اشدت بالتغييره اللي عملها هنا، هو كان فكرته ان هو كان على فكره هو غير طريقه اللعب، هو لعب 4-2-3-1 او 4-4-2 اللي هو امام تحت كهربا، امام هو صانع الالعاب، مش 3 ارتكاز يعني المثلث راسه لقدام امام وتحتيه اثنين، مين الاثنين؟ مروان عطيه واليو ديانج، وكان احيانا في اوقات كتير من المباراه بيعمل ضغط عالي. هات الصورة اللي بعدها، هنا إمام الشوط الأول ما كانش موفق بصراحة عشان الفجوة دي. بص قفشة نزل الشوط الثاني عشان يسد الفجوة ما بين الاثنين في خط الوسط وراس الحرب، إن أنت فعلا الحتة دي مع طبعا الدور الدفاعي، هي مشكلتها إن أنت الشوط الأول قدر يانج أفريكانز إن هو يحسسك إن الخط الوسط مش معاك، وانس إن أنت قللت الفجوة دي قفشة لما عملها في الشوط الثاني انت خلاص استحوذت على المباراه واستحوذت على الاستحواذ وكل شيء خلاص. هو التغييرات يا كريم كمان هو نزل قفشه مكان امام زي ما انت بتقول. نعم. امام كان قليل الشوط الاول، كان امام برضو انا يعني عايز اقول له ان امام ايه لازم تلعب لعب النادي الاهلي بصراحه، لعب النادي الاهلي مختلف شويه. لا لا هو بص برضو لان هو مضغوط خلال الفتره اللي فاتت، ما هو من مباراه لمباراه ومن اصابه لاصابه خلي بالك برضو امام لعيب كبير يا كابتن، طبعا لعيب كبير، لكن يجب ان يتم وضع هذه الامور في في مخيله الجميع انه مش سهل ان انا ارجع من اصابه العب مباراه دايما، المباراه الثاني مباراه او ثالث مباراه بعد الاصابه بتبقى اقل كتير من اول مباراه. وما هي سبب بس عايز بس التمرير التمرير حاجه عالمية. امام محتاج يمرر لعب النادي الاهلي اللي اقصده اللي هو ايه التمريرات الكتير لازم بس نمرر. بس خلينا نقول ان احنا بنحلل اداء امام عاشور في الشوط ده، في الشوط ده مش اداؤه مش لان هو اصلا انا شايفه احسن لعيب 8 في مصر مش يعني دي حاجه ثانيه، يبقى نجيب بقى حالات للمباراه كلها للمباراه كلها إيه؟ بس واحده من الغلطات الناس بتقع فيها ان انت وانت بتحلل اداء اللعيب في لعبه في مباراه او في شوط في مباراه فجاه تنط بكلامك ده صفقه كذا مش وكذا. بس انت ما جبتش المباراه الثانيه. ولكن احنا على جانب الاخر يا كريم، ايه اللي الاهلي يعمله عشان يفضل كده زي ما لعبنا في الشوط الثاني تحديدا؟ النقطة المهمة جدا كابتن اسلام ان اسلوب لعب كولر السنة اللي فاتت في افضل حالاته لو بنفتكر نعمل كده فلاش باك بدايه من يناير، بدايه من يناير بالذات مباراة اسوان اول ما رجع كهربا في ماتش اسوان كان في اسوان وكسبنا اعتقد 2-0 اعتقد هناك في اسوان. المباراة دي كانت اول مباراة من ساعتها النادي الاهلي بيلعب كومباكت جدا كومباكت جدا، الخطوط قريبة جدا من بعض. واحدة من المشاكل اللي عند النادي الاهلي في مباريات اللي الناس متضايقة منها مثلا زي مثلا مباراتي سيمبا، مباراتي سان داونز، حتى مباراة الجونة واعتقد مباراة سموحة في الدوري، خط وسط الاهلي بعيد عن القدام واقفين يعني مش قريبين قوي من بعض خالص وبنلعب من الثبات ما بنلعبش من الحركة. شوف مثلا الاربع هجمات اللي عملناهم في الشوط الثاني كلهم ثبات كلهم حركه كله من حركه، كريم فؤاد بيتحرك وطاهر محمد طاهر شايفه، اليو ديانج بيلعب ال1 2 مع بيرسي تاو بيداله في الناحيه الفاضيه كلها من حركه، سموحه واقف لك مش هيخرج من منطقه الجزاء، الجونه واقف لك مش هيخرج من منطقه الجزاء، واحنا دايما قلنا الفرقه دي بتحتاج ان انت تلعب زي كره اليد بتحتاج تتحرك كتير. فواحد الشوط الثاني بيزاح وجهه عين امبارح انا في وجهه نظري هو مثال عمله مارسيل كولر، واتمنى ان هو يبقى يعني هو خلاص ادانا فكره انا ممكن اغير مبادئ، الراجل غير بين الشوطين لما لقى ان الفريق محتاج انه يغير بين الشوطين، عمل تغييرات وقدر ان هو فعلا يغير شكل الفريق خالص.
اتمنى ان احنا ما يبقاش في ثوابت في الفريق، ما يبقاش هو ايه انا ما بغيرش الا قبل تعدي دقيقه 60. عمرو السليه عمرو السولية عودته مكسب كبير، عودته انا يعني في الشوط الثاني هو نزل عمرو السولية مكان مروان، مروان خرج عشان الانذار، كان معاه انذار فهو خاف عليه فنزل عمرو السولية مروان. وعمرو كمان عنده بيداك تقل، عمرو السولية في وسط الملعب يا جماعه عنده شخصيه الاهلي، لعيب كبير عنده تقل، لما يجي بس مع الماتشات يعني تحس ان هو بصراحه في مركز 8 لا لعيب ممتاز جدا، وعودته مكسب للنادي الاهلي والمنتخب مصر. لازم كمان يعني التغييرات، نزل كريم فؤاد لسه عرض له الانفراد اللي راح بيه وعمل كذا كوره، طاهر محمد طاهر عمل خطوره لما نزل، خالد عبد الفتاح مكان ياسر، فانا شايف ان احنا لازم نحمي مارسيل كولر من بعض الناس اللي هي واخده التوجه ان احنا عايزين نخلي مارسيل كولر ده او نشكك جمهور النادي الاهلي في مارسيل كولر، لا ما هو مش خساره مباراه ولا خساره بطوله ولا بتاع، احنا عارفين ان مارسيل كولر مدرب كبير حقق 5 بطولات السنة اللي فاتت، مش عايزين ندي فرصة لبعض الناس ان هي تشكك فيه، لا هو يا جماعة مارسيل كولر لغاية دلوقتي متصدر الدوري، لو كسب يا كريم لو كسب الماتش المؤجل هيبقى متصدر الدوري في دوري ابطال افريقيا، انت لو كسبت شباب بلوزداد الماتش الجاي انت هتتصدر المجموعة، فين النتائج المذبذبة وفين مارسيل كولر وحش وفين الكلام ده؟ يعني ليه الناس عايزة توصل رسالة؟ ليه عايزين نوصل دايرة شك؟ ما تقولش الناس البعض، البعض الناس ليه عايزين نوصل؟ ليه عايز تدخلني في دايرة الشك؟ هو دي هي ده المطلوب، انا من الصبح عمال اسأل هو ايه المطلوب؟ هو ده المطلوب، ان هو يدخلك في دايرة الشك مع جمهورك، ان جمهور النادي الاهلي يبتدي يشك في اسلام ويبتدي يشك في احمد ويبتدي يشك في كريم، في لعيبته، في جماهيره، في لعيبته، في جهازه الفني، وبالتالي يصبح هناك شكل عام ان انت او يعني ان النادي الاهلي وحش، وما اعرفش ليه الحقيقه. ما احنا بنرد بقى بالارقام، لما بنرد احنا مش بنرد برده، لا احنا بنرد بالارقام، النادي الاهلي متصدر الدوري، فرقتين واحدين بس ما خسروش يا جماعه في الدوري، النادي الاهلي وزد، اقوى خط هجوم في دوري ابطال افريقيا النادي الاهلي، وبالارقام هو افضل اداء لغايه دلوقتي، في مقارنه في باقي المجموعات صن داونز خسر، بيراميدز خسر، الوداد خسر، الترجي خسر. المجموعات يا سمير احنا بنتكلم. يعني لو استعرضنا حتى ترتيب المجموعات كل الفرق اللي هي المصنفه او الفرق اللي هي يعني تحت النادي الاهلي على طول، صن داونز خسر، الترجي خسر، بص يا كريم دي مجموعه الموت دي مجموعه اقوى مجموعه. صن داونز، مازيمبي، ونوازيبو الموريتاني، وبيراميدز، الاربع فرق 3 نقط. والماتش الجاي صن داونز وبيراميدز. لا هو بيراميدز بعد الخساره فرصه في الصعود انا شايف هتبقى اقل شويه، عشان خسر اضعف مباراه. دي ازمته ان هو المفروض على الورق نواديبو اضعف فريق في المجموعه، اضعف فريق المفروض ياخده رايح جاي، المفروض تخسر 6 نقط منه. فانت النهارده اصلا 6 نقط بتوعك قدام صن داونز مش مضمونين، لان صن داونز اكيد اكثر خبره من لعيبه نادي بيراميدز. دي المجموعه الثانيه اللي هي فيها اسك وجالاكسي البوتسواني، اسك اللي عامل يعني مفاجاه، وسيمبا والوداد، بس بصراحه اسم كبير طبعا كل حاجه، ولكن يعني دايما بقى له فتره كان بعيد، هم معتمدين على الشباب، معتمدين على الشباب جيل صعب، بس انا شايف ان الوداد برضو رغم كده الوداد قادر على الصعود. لا انا مع كريم برضو في ان الوداد قادر على الصعود، ولكن دلوقتي مش هيبقى بايديه، هيبقى محتاج البعض، لان مجموعته في الاسماء اللي فيها مش بنفس القوه اللي في المجاميع الثانيه يعني. مظبوط. هنا المجموعة بيترو اتليكو الهلال، بيترو اتليكو المفاجأة كريم اللي كنت عايز تتكلم عليها. بيترو اتليكو انا شفت المباراة الثانية مع النجم الساحلي، وبقول اللي بيحبوا جيلبرتو لاعب النادي الاهلي يبصوا على جيلبرتو الجديد في بيترو اتليكو، المهاجم الظهير الايسر، اللي هو الجناح الايسر السريع ده، هم معاهم مهاجم برتغالي اسمه جودش، الكسندر جيدس، ده 4 اهداف دلوقتي، ده متصدر البطولة، ده اللي جايبه جيلبرتو برضه. هو جيلبرتو جايبه كل اللاعبين، هو اللي جايبه، بس في جيلبرتو صغير، جيلبرتو الصغير يا لعيب سريع جدا، لعيب سريع جدا، شفته في الدوري الافريقي كمان. هنا دي مجموعة الاهلي، الاهلي الاربعة، ميدياما 3، شباب بلوزداد 3، يانج افريكانز 1، فالنادي الاهلي طبعا متصدر المجموعة، اقوى خط هجوم في البطولة مع شباب بلوزداد. انا عايز اقول لك ان اغلبية جمهور الاهلي ان شاء الله، طبعا المجموعة باذن الله الاهلي هيتصدرها، بعد نهاية المجموعة وبفتكر اغلبية الجماهير تقول لك يا رب كنا طلعنا التاني. نزلت تتشائم لما تقوض يعني فشل شوط ان شاء الله ربنا يكرمك. هو النادي الاهلي اصلا ما كسبش اول ماتشين في دور المجموعات من سنه 2012. يعني لما كسب مازيمبي في 2012، وبعد كده كسب النادي الزمالك. مع الكابتن حسام بدري. في 2012. فانت من 2012 ما كسبتش اول ماتشين. طيب
هل من الممكن ان تتغير القوه في افريقيا خلال الفتره اللي جايه يا كريم؟ اه من الشكل اللي احنا شفناه في مجموعات كابتن اسلام اعتقد ان احنا داخلين على فتره جديده وهنشوف فيها قوه جديده في افريقيا مختلفه عن القوه اللي احنا شفناها في السنوات الاخيره. واحده من القوه دي في وجهه نظري الشخصيه بيترو اتلتيكو. بيترو اتلتيكو واضح انهم بيعد فريق مختلف بصراحه. حتى اسك برضو اسك عامل فرقه بتلعب كوره الناس كلها النهارده بتلعب التيكي تاكا. يعني النهارده مش هيبقى عندنا بس سان داونز هو الوحيد اللي بيلعب بالاسلوب ده. حتى يانج افريكانز نفسه عايز اقول ان يانج افريكانز مع شاب الوزداد اللي اتفرج على المباراه في الجزائر نتيجه المباراه 0 لا تعبر عن احداث المباراه. احداث يانج افريكانز كان مستحوذ تماما على المباراه. الضربات الركنيه هو الافضل، الهجمات على المرمى هو الافضل. حتى انا فاكر تصديات حارس شباب الوزداد يا ثابت 4 في حين تصديات حارس يانج افريكانز كانت 0 لان الثلاث كرات اللي راحوا له دخلوا اهداف. هدف في الدقيقه 9 هدف في الدقيقه 46 من الشوط الاول وهدف في الدقيقه 92. يعني حتى وجدت الاهداف قاتله بالنسبه لشباب الوزداد. فاللي عايز اقول لك يا كابتن اسلام لا الكره الافريقيه بتتقدم والفرق بتتعلم. والنهارده الكوره بقت خلاص كل المبادئ الناس كلها النهارده بتتعلم بسهوله جدا عن طريق الانترنت وعن طريق الكورسات وعن طريق الفيديو وتحليل وشركات تحليل الاداء. الموضوع بقى سهل بس الفكره مين بيشتغل. بكل امانه من ينظر الى الكره الافريقيه على انها النهارده كره متاخره عن الدوري المحلي، لا انا عايز اقول لك دوري ابطال افريقيا السنه دي في مجموعه من الانديه بتلعب كوره ممتازه وخلال السنوات الجايه لو فضلوا مثابتين على المستوى ده مع التدعيم المادي من الكاف في مختلف البطولات. المفروض الكاف بيقول السنه الجايه هيعمل بطوله دوري ابطال افريقيا الدوري الافريقي من 24 فريق وهيقدم جوائز ومكافئات ماليه كبيره. الفلوس لما مع الانديه دي هيقدروا يطوروا لاعبتهم ويرجعوا بقى ممكن نشوف اسك ونشوف اشانتي كوتوكو. هل ممكن نشوف حد رابع في نص النهائي ان شاء الله يعني مع النادي الاهلي وصن داونز والوداد والترجي؟ هل ممكن يخش منافس رابع؟ بيترو اتلتيكو بالشكل اللي هو ماشي بيه ده ما تستبعدش تلاقيه يتصدر المجموعه على الترجي والنجم. بس برضه في الادوار اللي هي خلينا نروح للمجموعات. هات لنا المجموعات مره ثانيه كده وقول لي كل واحد راي حضراتكم من سيصعد من كل مجموعه. ماشي المجموعه الاولى لو نجيبها هات لنا المجموعه الاولى يا سمير لغايه لما يعني ممكن يعني المجموعه الاولى هي سان داونز مازيمبي نوازيبو بيراميدز. اتوقع يعني الاقرب للصعود سان داونز ومازيمبي. انا على المستوى الشخصي طبعا يعني ان بيراميدز فريق مصر اتمنى هو يصعد بس بصراحه اشوف بالاداء اللي انا شفته حظوظه قليله اشوف ان سان داونز ومازيمبي اقرب. كنت يعني نتمنى طبعا بيراميدز فريق مصري ان هو يقدر يلحق نفسه في الاربع مباريات الجايه. المجموعه الثانيه اسك وجالاكسي البوتسواني وسيمبا والوداد. اتوقع الوداد هيتصدر المجموعه واسك. انا اتوقع اسك هيتصدر والوداد هيتاهل كوصيف. اوكي اللي بعده بيترو اتلتيكو الهلال الترجي النجم. بيترو والترجي انا اتفق مع سيد بيترو بس مين هيتصدر مين وصيف؟ لا بيترو اتلتيكو يتصدر. الترجي تحس ان هو لسه بيبني لسه في مرحله بناء يعني اللي هو مجموعه من الشباب وتحسنوا كتير قوي بس برضه كريم في نقطه ان التدعيمات اللي في يناير هتفرق معاهم. ولد برازيلي ممتاز جابوا ولد برازيلي يانساس اللي هو رقم 10 كويس الاهلي ميدياما شباب بلوزداد يانج افريكانز. اعتقد الاقرب الاهلي في الصداره ان شاء الله ومعاه شباب بلوزداد المركز الثاني. انا اعتقد برضه طيب عندكم برضه تعليق على فوز الاهلي على بيراميدز بخماسيه في دوري 2003 وخسارته بعد كده من الزمالك 2-1 يعني. الاول خلينا نقول ان في المباريات دي ان دي كلها لسه دي تحصيل حاصل يعني نظام دوري الشباب ان بيصعد اول 10 وبعدين يعملوا مجموعه يعني كل ده بس ايه لسه 20 فرقه سخنة. بعد كده اول 10 يعملوا نظام المجموعات زي الباسكت يعني زي الباسكت ده معمول في نظام دوري الشباب. النادي الاهلي طبعا في فريق 2003 ماسكه الكابتن احمد عبد الظاهر من ساعه توليه النادي الاهلي بيقدم اداء كويس جدا يمكن كسب بيراميدز خماسيه الاسبوع اللي فات. النهارده الخساره من الزمالك 2-1 واللي اتفرج على المباراه هيعرف ان النادي الاهلي كان مستحوذ طوال الماتش طوال الماتش. هو اول 10 دقائق بس نادي الزمالك قدر ان هو يتقدم اول ربع ساعه وبعد كده النادي الاهلي ضيع ضربه جزاء في نهايه الشوط الاول والشوط الثاني سجل من خلال ضربه جزاء ميدو نبيل اللي ضيع ضربه الجزاء وقدرنا ان احنا نسجل برضو ضربة الجزاء التانية. فالنادي الاهلي يعني انا شايف ان هو بس في بعض الحاجات اللي حصلت في المباراة الغريبة شوية يعني الكابتن احمد حسام ميدو كان بيدي تعليمات لا
لبعض اللعيبه. اه يعني ما هو حر في تعليمات لعيبه الزمالك طبعا. اه بيدي تعليمات للعيبه الزمالك. هو مش في قطاع الناشئين اصلا، بس كان موجود ممكن ابنه في الفريق. دي من الحاجات اللي كانت غريبه شويه في المباراه يعني. كريم، انا اعتقد انا دايما ببص لمرحله قطاع الناشئين والشباب بكل امانه يا كابتن اسلام، ان هي لازم النظره ليهم تختلف عن النظره اللي فيه قوي. ما يتحطش عليهم نفس الضغط بتاع اللعيبه الكبيره او اللعيبه اللي بتمثل فيه الاول، ان انت بتحتاج من الفرق دي ان هي تدعم وتبقى يعني بتطلع لك لعيبه كويسه، بدل ما انت تدفع فلوس في لعيبه زي النهارده عامل جوارديولا في السيتي بيلاعب لعيبه صغيره. النهارده شفنا كام لعيب صغير بيلعبوا في مباراه كبيره جدا في الدوري الانجليزي. فانا بشوف اوكي مفيش مشكله، اللعيبه دي عندها مساحه خطا اكيد طبعا، وعندها هتعمل حاجات كويسه وهتعمل حاجات غلط، هم يتعلموا عشان لما يجي وقت التحول للفريق الاول يلعبوا بشجاعه، ويبقوا الفجوه ما بينهم وبين الفريق الاول مش شاسعه. انا نفسي بكل امانه ان قطاع النادي الاهلي نرجع ان هو يقدم لعيبه الفريق الاول زي 2014 دي. القطاع قدم لا يقل عن 5 أو 6 لاعبين مره واحده. احنا محتاجين هذا الامر، لان بكل امانه السوق دلوقتي بقى فيه مشكله في انتقاء اللاعبين، وبالتالي بنضطر ان احنا نبص للخارج. وحتى في بعض احيان ساعات احنا بنحس ان الفريق يا سبب محتاج اكتر من 5 و6 و7 لاعب كويس يا كريم اسمه احمد اشرف، الباك ليفت اللي هو في النادي الاهلي بيلعب جناح، لاعب كويس جدا ده. واحد على فكره الفرقه دي فيها كريم الدبيس، بس اتصعد فريق اول. يعني في بعض اللعيبه اللي من 2003 اتصعدوا فريق اول، بس ممتاز. في احمد اشرف كمان ده افتكروا الاسم ده، هيبقى برده لعيب. هو اخو محمد اشرف بس اه لو سيراميكا اه اللي هو لا في زد نفزده. محمد اشرف، في احمد اشرف هو كان بيلعب جناح السنه اللي فاتت. احمد اشرف كان بيلعب جناح، والسنه دي تم توظيفه باك ليفت، بس ان شاء الله هيبقى ليه مستقبل كويس جدا ان شاء الله. ومصطفى مخلوف برده الحارس قدم اداء كويس، رغم ان الجون الاول غلطته النهارده، بس هو حارس واعد مش مشكله يغلط. بالظبط، ما هو ده اللي احنا دايما بنقوله، انه الاخطاء تبان في الدوري ده على اساس لما بيجي وقت الحساب اللي هو هل سيتم القيد ولا لن يتم صحيح. القيد، وبالتالي هو ده اللي احنا بنبقى محتاجينه خلال الفتره الجايه. انا بشكرك يا احمد على وجودك معانا، شكرا جزيلا. شكرا يا كريم على وجودك معانا، شكرا جزيلا. انا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا، وغدا حلقه جديده من البيت الكبير.